بينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الجمعة 18 أوت ولا 19 اليوم؟ 19 لا 19 أوت نعم 19 أوت ومعنا الصحفي سيد أحمد بن عطية وهو صحفي جزائري غادر الجزائر منذ أسابيع ويريد أن يقاسمنا ويشاركنا في ما حدث له تجربته خبرته معركته مشاكله وأشياء أخرى كثيرة. خلونا نبدأ مباشرة ونسأله السؤال الابتدائي بداية، من هو سيد أحمد بن عطية؟ أولا السلام عليكم أستاذ محمد العربي زيتوت، حياك الله وتحية لك ولكل الشعب الجزائري وكل الأحرار والمقاومين ما عدا بوصبع الأزرق والمخابرات الإرهابية وجنرالات العسكر. أولا سيد أحمد بن عطية أو أحمد بن عطية الاسم الحقيقي، هو صحفي جزائري وشاب جزائري من مواليد 18 جويلية سنة 1988 بمدينة وهران، متحصل على شهادتي ليسونس، تحصلت على شهادة الليسونس في علم الاجتماع سنة 2010 بجامعة السينيا، وكذلك على الليسونس في الحقوق العلوم القانونية والإدارية بجامعة أحمد بجامعة محمد بن أحمد ببلقايد بوهران سنة 2011، وأيضا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة كابا كما تعرف في الجزائر سنة 2013، وفي 2016 تحصلت على الماستر في الإعلام والاتصال تخصص مجتمع مؤسساتي. مارست مهنة الصحافة ابتداء من أول مارس 2010 في جريدة الوصل المحلية في الجزائر، استمريت إلى غاية 2012 اشتغلت بجريدة ألجيري براس، ثم التحقت كمدير مكتب جهوي لجريدة المحور اليومي لمالكها المرحوم نادير بن سبع من في أكتوبر 2013 لغاية 2018. اشتغلت أيضا مع قناة وجريدة الحياة تي في لمالكها هابت حناشي وبمجمع الوقت الجديد كصحفي متعاون مراسل في جريدة وقت الجزائر وقت لوطون دالجيري. اشتغلت يعني في جريدة الوسط مع الأخت شفيقة العرباوي، اشتغلت يعني كآخر مجمع اللي هو مجمع الشروق الجريدة والقناة في كمراسل ومحرر من ولاية وهران إلى غاية إداء السجن المؤقت يوم الثلاثاء 18 أوت 2020 بعدما حررت مقال عن مافيا شمة وتورط العميد محمد التريكي ووالي وهران سابقا ووالي المسيلة حاليا عبد القادر جلاوي. طيب قبل ما نروح لهذه التفاصيل وقبل ما نوصلوا لدرجة أنهم وأنت اللي كنت داخل في هذا المجتمع وعايش مع هذا المجتمع، المجتمع المخملي إذا شئنا، مجتمع الليزافير البزنس المخابرات، وبعد بين في فترة معينة أو في لحظة معينة لقيت انقلبت حياتك. قبل ما نوصلوا لهذه الفترة اللي هي 2020، إذن حاصل على ليسانس في علم الاجتماع السياسي وعلى ليسانس في الحقوق لأنك جبت زوج بكالوريات، بكالوريا في 2006 وأخرى في 2007، وسجلت في التخصصين وتحصلت عليهم، ثم درت الكابا باش تولي محامي، يعني هذا ما يعرف بال، ولكنك أيضا قبل ما في الوقت اللي بديت تشتغل فيه كصحفي كنت أيضا كانت عندك تجربة حسب ما قلت لي وهو أنك حبيت تولي قاضي. نعم كنت اشتزت محاماة شهادة مسابقة القضاة في ما بين 25 إلى غاية 29 مارس من سنة 2012 في المدرسة العليا للقضاة، ونجحت في المسابقة الكتابية وأخفقت في المسابقة الشفهية، والكل يعلم أنه في الجزائر حتى تصبح قاضي أو تصبح يعني في شركة سوناتراك أو في آر ألجيري أو المناصب الحساسة لابد أن يكون عندك دعم من جنرال أو من شخصية نافذة، وأنا إنسان قد حالي يعني إنسان عصامي يعني لم أنجح في المسابقة. ما مريش كقاضي. طيب حتى وين كنت حصلت؟ أنت الآن راك تبحث نظن على وثائق لأن عندك وثائق كثيرة هناك. يعني نبحث على وثيقة محضر
مسابقة القضاء. مش مشكل إن شاء الله لما ناخذ بريك ممكن نعاود نشوفوا المشاهدين. مش مشكل ما مريت، لكن بعدها أيضا وكأنك كنت تريد أن تصل أيضا إلى مركز من مراكز السلطة، رحت درت ستاج ودخلت كملازم أول، يعني تدريب ملازم أول تاع الشرطة، ودخلت إلى بوينسي. متى كان ذلك وأين كان؟ في سيدي بلعباس. كان ذلك في جويلية 2012، سجلت واجتزت المسابقة على مراحل من بسيكو تكنيك إلى السبور إلى الامتحان الكتابي، ونجحت ودخلت إلى مدرسة طايبي للضباط في بلعباس في ديسمبر 2012، وقعدت فما لمدة تقريبا أسبوعين، لبست لباس الشرطة أو ما يسمى في الجزائر بالباركة، لكن يعني حالتي الصحية كانت شوية تعبانة، ولكن مش هذا اللي دفعني أنني نستقيل ونغادر. يعني شفت المعاملة، طريقة المعاملة الفضة للمكونين، يعني قلت أنا يا سيد أحمد واش راك تدير هنا، هذا ما هوش المكان تاعك. تقدمت إلى عميد الشرطة الأول المكلف بالفحص النفسي، وقلت له أريد أن أستقيل وأغادر هذه المدرسة، وهو ما تم بالتحديد في يناير 2013، بعد ما قضيت حوالي 45 يوم في التدريب. صحيح؟ لا مش 45 يوم، حوالي أسبوعين. أسبوعين تكون واضحين. أسبوعين 15 يوم، ولكن أسبوعين ما لم أقتنع أنني أكون ضابط شرطة عند نظام الفويوهات. يعني شعرت بالمعاملة السيئة، شعرت هو اللي كان أثر عليك أكثر؟ المعاملة السيئة، طبيعة الأكل، نوعية التدريبات ما هيش نوعية قاسية عادية يعني، ولكن المعاملة يعني فضة للغاية، يعني ما هو دفعني لترك جهاز الشرطة وعودت رجعت للصحافة في ولاية وهران سنة 2013. طيب مرة أخرى تبحث عن الوثائق، مش مشكلة الآن، لأنه ممكن بعدين حتى نبعثهم ونحطهم حتى مع هذا التسجيل، مع هذا المباشر، هذا اللي رانا فيه الآن، وإن كان راح يمر مسجل يعني إن شاء الله. إذن وضعت قضية أنك تكون قاضي أو أنك تكون ضابط شرطة جانبا، وركزت في الصحافة اللي كنت أصلا بديت تشتغل فيها من قبل، واشتغلت أكيد في المحور. حدثنا على جريدة المحور، كم بقيت وش حدث في المحور؟ المحور التقيت أول يوم، يوم 7 أكتوبر من سنة 2013، مع المرحوم نادير بن سبع في مكتب جريدة المحور اليومي في بورسعيد، يعني بجانب سوق السكوار للعملة الصعبة في الطابق الثالث. التقيت به مع رئيس تحرير الجريدة، أتحفظ عن ذكر اسمه لأنه لا يشرفني أني أذكر اسمه بصراحة، لأنه بيدق من بيدق المخابرات الإرهابية في الجزائر. الاسم راح أذكر اسمه، اسمه مراد محمد، وهو إنسان استئصالي. هذا هو. أعجب به نادير بن سبع وبتكويني، وقام يدير في ثقة كبيرة، سلمني مفاتيح شقة أفسات في وهران بالجانب قنصلية الإسبانية في وهران المعروفة، وحرر لي عقد عمل لمدة سنة، ان كونترا دوري ديتيرميني سي دي، وبمبلغ 27000 سنتيم، ومنحني مسؤوليه مدير مكتب جهوي لجريده المحور. تقصد 27000 دينار يعني؟ طالبني انني نحرر مقالات جريئه، واني راح نكون محمي، وانني عندي ضوء اخضر انني نكتب من الوالي الى ابسط مسؤول في الجزائر. تقصد 27000 دينار يعني؟ زوج ملايين و700 يعني؟ تقصد 27000 دينار؟ نعم، 27000 سنتيم. نعم، يعني اعطالك انك انت رئيس المكتب تكتب وتجيب ايضا، تجيب له الببليسيتي ايضا، يعني هذا كان مهم. اكيد الببليسيتي من عند الموثقين والمحضرين القضائيين، وايضا من وكاله اناب بحي خميسي اللي كان يديرها ذاك السيد منصوري. طيب بقيت معها كم؟ بقيت مع المحور ومع نادير بسبع، بقيت معاه الى غايه نوفمبر 2017، تم توقيفي تحفظيا. ثم بعد 3 أشهر يعني لم يجدوا مراسلا في الجداره والاستحقاق نتاعي، عاودوا اتصلوا بي في فبراير 2018 وعرضوا علي العمل كمراسل،
ولكن بمبلغ 1,500,000 وبدون تأمين. وأنا كنت في حاجة وقبلت بالشروط نتاعهم. قبلت بالشروط نتاعهم. كان نذير سبع، كان أو بن سبع اسمه أو سبع؟ نذير بن سبع. بن سبع. كان مازال حي يومها؟ 1970، أو عندي شهادة الوفاة نتاعو في مستشفى القليعة. متى توفى؟ بحوزتي. متى توفى؟ توفي على ما أظن يوم ليلة الخميس إلى الجمعة 8 أوت 2014، فما بين في منطقة في القليعة ولاية تيبازا. واش كان سبب الوفاة؟ كان يقطن هنالك. واش كان سبب الوفاة؟ اغتيال من المخابرات الجزائرية حسب المعلومات المؤكدة لدي، لأنه في صيف 2014 في شهر جويليا إلى غاية يعني أيام قبل وفاته رحمه الله، كان تطرق إلى هجوم عنيف بمقالات جريئة جدا أخذت حيز كبير من جريدة المحور اليومي ضد مؤسسة أوريدو للاتصالات اللي كانت النجمة كما تعرف في الجزائر، وتحديدا ضد شخص مديرها العام آنذاك اللبناني المسمى جوزيف جاد. ولماذا تعتقد أنت أنه هو لماذا هاجم هذه أوريدو أولا، وثانيا لماذا تعتقد أنه اغتيال؟ ربما كان حادث طبيعي. لا، المعلومات اللي عن المصادر اللي زودتني بالمعلومه اللي اتحفظ عن ذكرها حتى لا يتم اذيتها من قبل المخابرات الجزائريه، نذير بن سباع كان عميل لدى المخابرات الجزائريه، هو اشتغل في جريده الماتا في التسعينات ونجا من كم من مره من محاوله اغتيال، وكان يعني معروف انه بهجومه على الاسلاميين وعلى الجبهه الاسلاميه، وكان انسان استئصالي هو كذلك رحمه الله، وكان عميل المخابرات الجزائريه. تاكدت من معلومه من مصدر اللي زودني بالمعلومه، ولكن الشيء الذي مثل ما بيقول القطره التي افاضت الكؤوس المطرقه هي زياره والده عمي حسين بن سباع في شهر فبراير من 2016 في منزل العائلي في منطقه مرسى الحجاج بوروبول ما بين ولايه مستغانم ووهران، وكان هو السائق تاعه الشخصي، وسالته يعني في جله لسان قال لي انه ابني تم اغتياله وكان عميل لدى المخابرات الجزائريه، وانه الجيد صالح والفريق توفيق ارسلوا له في 2014 تعزيه. للوالد نتاع نذير بن سبع، هو هذا الكلام اللي قالوه في 2016، وكانوا ارسلوا له تعزيه بعد وفاه ابنه اللي على اساس انه توفى في حادث يعني. في حالة أيضا السؤال المحير، أين اختفى هاتف نذير بن سبع؟ لماذا تم إخفاؤه؟ من هو الشخص الأخير الذي قام بالاتصال به؟ اللي هو مراد محمد مدير تحرير جريدة المحور اليومي. زوجته السيدة رزيقة جاكير إنسانة محترمة، يعني إنسانة حتى نقول الحقيقة إنسانة محترمة وطيبة، ولكن تخاف على روحها، على بالها أنه زوجها تم اغتياله، ولكن ما تقدر دير والو. دار تصريح في جريدة الخبر يعني بعد يومين من اغتيال زوجها، ولمحت فيه لمحت أنه زوجها تم اغتيال، ولكن بعدها تم طي القضية وأصبحت جريدة المحور اليومي الجريدة الأولى في الجزائر التي تستفيد من 4 صفحات إشهار يوميا، يعني أكثر من كل الجرائد. تعتقد أنت في اعتقادك أن تم إسكاتهم بإعطائهم مزيد من البيبليسيتي؟ نعم. يعني نعم، إسكاتهم بما مزيد من الإشهار، وكان في خلاف في جريدة المحور اليومي ما بين أسرة بن سبع وما بين كمال حفاصة اللي هو يملك أسهم في جريدة المحور اليومي، لكن عائلة بن سبع وبالاستعانة بوكيل جمهورية في إحدى محاكم الجزائر العاصمة تم يعني تهميش كمال حفاصة والاستيلاء بصفة نهائية على أسهم جريدة المحور اليومي. طيب هل توقفت المحور بعد ما تعتقد أنت أنه اغتيال لنذير بن سبع؟ هل توقفت على تهجم أو على انتقاد أوريدو ومديرها اللبناني؟ نعم توقفت، وأتذكر خلاف حاد ما بين أمين علام مسير مجمع الوقت الجديد ونذير بن سبع، وخلاف شديد وأشد ما بين رشيد علي فوديل مدير العام لمجمع الشروق ونذير بن سبع، ما دفع نذير بن سبع للتهجم على علي فوديل بافتتاح بعمود في صفحة ثانية في شهر أواخر شهر جويلية 2014، لا نريد سفارة يا سي علي، وتهجم يعني كان في خلافات
يعني الشروع كانت منحازة إلى مدير عام أوريبو جوزيف جاد، ونذير بسبع كان ضد وكشف معلومات خطيرة جدا على أوريبو، على ما كان يقوم به المدير نتاعها اللبناني يعني. نعم، وفيه يعني كانت شركة أوريبو تقوم بإعطاء يعني المعلومات الخاصة بالجزائريين لجهة مخابراتية أجنبية عالمية، وأظن هذا هو سبب لدفع المخابرات الجزائرية للتخلص من نذير بسبع بقطع مكابح سيارته. وأيضا ما أكد لي المصدر الأمني الرفيع اللي أكد لي هذه المعلومة أنه الشخص اللي كان يزود نذير بسبع بكل تلك التفاصيل والمعلومات تم اغتياله في مصعد إحدى العمارات في الجزائر العاصمة بعدها بأشهر معدودات. لكن ما أعطاكش هذا الاسم بتاع المصدر هذا؟ لا، ما عطانيش الاسم. الشخص هو من قبائلي، لأنه من منطقة القبائل. نذير رحمه الله كان ينحدر من ولاية بجاية مسقط رأس. طيب، بعدها بقيت أنت في هذا الوقت ترك تشتغل الآن مع المحور اللي حبسوك في 2016، لكن بقيت معهم 2017. وفي نفس الوقت ترك دخلت في 2015، قلت لي بديت تشتغل مع جارة الحياة. نعم، مع جارة الحياة. نعم، يعني الوضعية المراسلين والصحفيين في القطاع الخاص في الجزائر صعبة وصعبة للغاية أستاذ. يعني أنا كنت مسؤول على الوالدة تاعي رحمها الله وعلى الأخوة تاعي، كنت مسؤول على البيت، كان لابد أنني نعمل مع كذا جريدة حتى نتحصل على مبلغ محترم في نهاية الشهر. في جويلية 5 جويلية 2015 نقلت إلى مقر جريدة الحياة لمالكها هابت حناشي، وعمل لي بيريود دي سي تاع اسبوع. متى؟ 2015. يعملها في الافتتاحيه بشكل دوري. عفوا، كنت معاه صحفي. عفوا، نعم. بديت معاه في 2015 ولا في 2015؟ 2015. ولكن بصفه غير رسميه، بصفه يعني غير رسميه، صحفي متعاون. احنا نسميوها في الجزائر باللغه افيك بسودونيم، باسم مستعار، كولابوراتور، فقط متعاون. انا نبعث معلومات تكون مهمة جداً على ولاية وهران لجريدة الحياة، ولكن أنا كنت أنتسب رسمياً في الضمان الاجتماعي إلى جريدة محور اليوم. لكن في نفس الوقت راك تشتغل بطريقة غير رسمية وغير علنية يعني معاهم. نعم، وفي نهاية الشهر يعطوك أجر. في نهاية الشهر يعطوك أجر. هذا كان في 2015 مع جريدة اللي يسموها جريدة الحياة تاع هابت حناشي. نو، مش في نهاية الشهر، يعني مرات أشهر، مرات 19 أشهر، يعني ما كانش يخلصنا بالشهر، بالعكس كان تستغرق مدة طويلة بعدها يخلصنا هابت حناشي. يتأخر يعني. طيب، ماذا كان دورك؟ وش كنت تبعثهم لجريدة الحياة؟ وش كنت تدير معهم؟ كنت نبعث الإسكندال، فضائح رؤساء البلديات، الفساد الولات، نهب العقار، مافيا العقار، نبعث على شبكة الحراقة يعني. ولكن هناك خطوط حمراء، يعني ما تتجاوزهاش، ما تحكيش على قيادة الشرطة، قيادة الدرك، وقيادة المخابرات، يعني ممنوع منعا باتا. هذا ما تكلمش عليهم، لكن الإدارة، البلدية، الولاية، الدائرة، ما يسمى برجال الأعمال، عندك تتكلم كما تشاء على الوالي وعادي، ولكن المؤسسة العسكرية هم يقول لك اتونسيون، ما تخربناش في العسكر. في العسكر. طيب، هل تقدر تعطينا، لأن في نقاش اللي صرا معاك، وأنا رانا في نقاش عن أسابيع منذ وصولك إلى أوروبا اللي وصلتها أنت قبل أسابيع، وراك طالب اللجوء السياسي الآن في بلد أوروبي، هل تقدر تعطينا فكرة على ما كان يجري داخل صحيفة الحياة؟ واش أنت كنت ما تكتبش باسمك، كنت تعطيهم المعلومات وهم يتصرفوا فيها؟ كيف كانت تتم الأمور؟ وعطينا قضية أو اثنين اللي أنت اشتغلت عليها يعني. شوف، خلال التحاقي بجريدة الحياة في 2012 كانت المعاملة، يتم معاملتي بطريقة جيدة من قبل هابت حناشي ومن زوجته السيدة سميرة، كذلك من قبل رئيسة التحرير آنذاك سارة دويفي. يعني كنت بين قوسين شوشو تاع المراسلين تاع جريدة الحياة، لأنني كنت نجيب معلومات جيدة يوميا في الصفحة الأولى. احتكاكي المباشر بهابت حناشي كان في أفريل 2018، يعني لما اتصل بي وعرض علي أنني ألتحق بقناة الحياة تيفي.
هنا اتصل بك مباشرة. الفترة هذه كانوا يتصلوا بك رئيس تحرير أو زوجته، هما اللي يتصلوا بك من أجل القضايا. قبل ما تروح لجريدة للحياة، لقناة الحياة تاع حابت حناشي، أو على الأقل رسميا هو تاع حابت حناشي، احنا عارفين من يمتلك القناة. أكيد نعرف أنه المالك الحقيقي لقناة الحياة هو من قطريين، ونحفظ على الأسماء، مش هابت حناشي. هابت حناشي مجرد مسير. طيب، ما بين 2015 و2018 راك تشتغل في جريدة الحياة، وكنت كنت قلت لي باللي مشيت وفي بعض القضايا، بعض الاسكندال، فضايح خاصة. احكي لنا على قضية أو اثنين، وكيفاش تعامل معها، كيفاش تعاملت مع الجريدة. القضية الأولى هي قضية فساد مجمع اوتيراش بحداد لرئيس متدرج الأعمال المسجون الأفسيو علي حداد. جاتني معلومات من قبل الفرقة المالية والاقتصادية للدرك الوطني بولاية وهران حول يعني المحاباة والتفضيل في أسعار شحن الحديد لمجمع حداد، وفجرت الفضيحة والقضية، وحررت مقال أنه تم الاستدعاء مسير مجمع أوتيراش بحداد، واستغلها حابد حناشي للتقرب والتودد من علي حداد ومحمد بايري. في البداية كان ينشر هذا الملف، ولكن بعد ذلك أصبح لا ينشر المقالات اللي نبعتها له. وحسب ما علم لدي أنه كان يستغل هذا السكوندال للتقرب من مجمع حداد ومن الزمرة الحاكمة آنذاك. يعني أنت تبعث، أنت حصلت على المعلومات نتيجة علاقاتك مع بعض الضباط في داخل الدرك، طوك الملف. نعم. طوك الملف، أنت اشتغلت عليه، كتبت عليه، بعثته للجزائر العاصمة، من قاعة التحرير. قاعة التحرير يعني نشروا في البداية، قاموا بنشر، كم قاموا بنشر النشر؟ مرة، اثنين، ثلاثة، على حتى لا تخلني الذاكرة، أنه أكثر من مرتين، ولكن بعد ذلك توقفوا عن نشر هذا. توقفوا، أنت الاعتقاد نتاعك أن هذا استخدمها هذه حابت حناشي باش يتقرب من علي حداد اللي كان شخصية قوية جدا داخل النظام، تحديدا محمد بايري الذراع الأيمن لعلي حداد. لعلي حداد يتقرب منه. هذه قضية. وفي نقطة هامة جدا، في فبراير 2016 كان في لقاء لعلي حداد بفندق الميريديان، اتصل بعاجل هابت حناشي، طلب مني أنني بأي طريقة لازم نعمل حوار مع علي حداد، وهو ما تم. اقتحمت غرفته وتم مهاجمتي من قبل الأسيستونت، الكاتبة الخاصة تاعو، كان يجلس بجانب منسق الأفسيو لولاية عين تيموشنت. كنت أنا مع ضابط، أحد ضباط الاستعلامات الشرطة يدعى محمد، وهو يعني يقدر يكذب هذا الكلام إذا كنت راه حي يرزق. وتقدمت منها من علي حداد، وقال لي يعني حاول يمزح معي، قال لي واش هذا لاكوب، كنت داير كوب حردة كما نقولها في وهران. وقلت له اسكو سي بو بيرميتي مسيو حداد، نقدر نطرع لك ندير معك حوار، لأنه مدير الجريدة اللي نخدم فيها قال لي لو كان ما تديرش معاه حوار راح نوقفك. الحقيقة علي حداد كانت معاملته معي جيدة، قال لي ممكن أنك تطرح لي سؤال واحد، قلت له نعم، قلت له لماذا هل حملة الشيطان ضدك، لماذا الشعب الجزائري يشوف فيك كشيطان. جاوبني قال لي أنت راك من وين تخدم معايا دير لا كوفرتير، قلت له من الساعة 7 صباحا، قال لي واش رأيك فيا، قلت له أنا نحزك على حاجة أنه عنده برود الدم بصفة يعني جامي في حياتي أستاذ محمد، شفت إنسان بارد مثل علي حداد، يعني شخص بارد جدا، أعصابه باردة. قال لي أنا إنسان ولست شيطان، وهو جاب لي طلب لي كأس من القهوة وقال لي تقدر تنصرف، واستغلها هابت حناشي، فقط هذه الجملة أنا إنسان ولست شيطان، ودار عليها مقال كبير وفي الصفحة الأولى، وكان آنذاك جريدة الحياة تنشر بعدد الجمعة، يعني بغى يعاند شروق الخبر، وتقدر تروح الأرشيف والمقال مشهور، تصريح علي حداد للحياة أنا إنسان ولست شيطان. طيب، هل هناك قضايا أخرى اشتغلت عليها قبل ما تلتحق ب أو قبل ما يبدأ يأخذوا المادة نتاعك للقناة في هذا الفترة مع هابت حناشي؟ هل تتذكر؟ أيضا استغل هابت حناشي شخصيا، استغلني، وكان هو ما يبينليش أنه يدير ابتزاز، ولكن أنا فهمت أنه هذا ابتزاز، مع مجمع مالك المجمع متيجة
سفينة حسين متيجي المسجون حاليا، هو ملياردير وثروته طائلة، عنده مجمع للعجائن سفينة بميناء مستغانم. كلفني أنني نجمع معلومات عليه، وأنا استعنت بأحد رؤساء البلديات بيرجير بوهران سابقا اللي هو كان صديقي، زودني برقم الشخصي لحسين متيجي واتصلت فيه على ما أظن في 2018، نعم في 2018 في أبريل على الساعة 11 ليلا، وقلت له أنا صحفي قناة الحياة، وكلفني السيد هابت حناشي باش تعطيني الإشهار لمجمع سفينة. كان رد حسين متيجي رد يعني فيه نوع من السخرية، قال يا ولدي أنا راجل كبير وما تتصلش بي في هذا الوقت. قلت له بمن اتصل؟ قال لي أعطاني الرقم تاع ابن محمد، واتصلت بابن محمد قبل ما نروح لابن محمد قبل ما نروح لابن محمد، لان مش كل الناس اللي راهم يتابعوا فينا يعرفوا من هو حسين متيجي. اعطينا فكره واش كان يدير حسين متيجي وش شغله هو. حسين متيجي هو الصديق الحميم للجنرال العربي بالخير، لانه ينحدر من ولايه تيارت، وان سكان تيارت اخواننا في تيارت يعرفوا عائله متيجي اللي هي عائله غنيه جدا. هو صديق مقرب جدا لاحمد ويحيى، كان يمضي العطله الاسبوعيه في مزرعه الخيول لحسين متيجي. ابنه محمد كان رئيس الفيدراليه الوطنيه للفروسيه، كانوا يلعبوا القمار ويديروا الخمار، وعنده ممتلكات يعني ثروته على ما اظن تتجاوز ال 700 مليون دولار تقريبا. بعد ما اتصلت به بالمساء كان مستأمن الاتصال وقال لك انا راجل كبير ما تكلمنيش الان، لك انت صريت عليه عطاك الرقم تاع بنو. نعم. اتصلت بابنه باش تدو البيبليسيتي. اتصلت بابنه محمد وقال لي في اليوم الموالي اروح المصنع في المنطقه الصناعيه بسلمان بمستغانم، وتوجهت وكلمت كنت في كونتاكت معها بالحناشي، قال لي امشي، قال لي عجبني، قال لي فيري جود، ممتاز كما يقول هو. ورحت والموعد ما استقبلنيش ابنه، أخلف بالموعد. اتصلت أو اتصلت بهابت حناشي، قلت له واش صرا؟ قال لي كاش ما عندك معلومات عليهم؟ قلت له عندي، على استيلائهم على دواوين الحبوب بولاية المعسكر وتحديدا بدائرة سيك، واستفادتهم من قرض بأكثر من 500 مليار سنتيم لم يقوموا بتسديده من بنك السيبيا. قال لي ابعت. حررت المقال ونشر في صفحة الكواليس، صفحة نيميجير الحياة، وبعدها يعني أصبحت العلاقة وطيدة ما بين محمد متيجي وابن حسين متيجي وهابت حناشي، وطالوا الإشهار بعد ما كتبتوا عليه يعني. نعم. بعد نعم. ما كتبت عليه. نعم. نتيجة المعلومات اللي عندك ما استقبلكش، لكن قررتوا معلومات كانت مع، لأن هذه المعلومات كانت دقيقة، أنه كان هب القطاع العقاري يعني، والأرض هذه متذكر وين الأرض هذه اللي نهبها في أي مكان ولا؟ المقال درته على دائرة سيك في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، أنشأ دواوين الحبوب تابعة للقطاع العمومي، وفي التسعينات لما تم خصصة هذه الدواوين حسين متيجي استولى عليها بدعم من العربي بالخير لا رحمه الله. يعني خذا هذا الـ 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 هذا حسين متيجي، وحسين متيجي الان مازالوا يشتغلوا كشركه مسيطره على بعض الدواوين حتى هو في السجن، هو حاليا في السجن، لكن شركته سفينه في مستغانم عادي، شركه اسمها سفينه، امور عاديه اسمها سفينه الشركه، سفينه مجمع سفينه، يعني يخدموا السباغيتي والمقارون وكل المعجنات. اوكي. وابنه كان مشرفها كما قلت على الفيدرالية تاع الفروسية، يعني للسباق تاع الخيول يعني، اللي هو فيه ايضا في القمار، يعني يستضيف الاماراتيين والقطريين ويديهم البريزينة، ويعني وفيه فساد كبير، عندهم علاقات مالية هائلة، عنده علاقات مع الخليجيين، عنده علاقات مع الخليجيين في الموضوع تاع الفروسية تاع الخيول يعني. نعم نعم نعم، خصوصا في حكام دبي، خاصة حكام دبي مشهورين هما طبعا، هو مشهور ب نعم بقضية الخيول. نعم الشيخ تفضل أستاذ. بعد ما حط عليه بعض الأشياء هي اللي هاجمته يعني، هاجمته الجريدة، اتصل هذا ولد ولد المتيجي اللي اسمه محمد المتيجي، اتصل ب هبت حناشي وشفت باللي أنت الأمور مشات، أعطاكم البيبليسيتي. بعدها بأسابيع قليلة
لاحظت في قناة الحياة مرور إشهار سفينة وشحال بنينا، هذا الإشهار مجمع سفينة. طيب تم فهمت أنه تم استغلالي في ابتزاز، ومن المفروض أنه يعطيني نسبة معينة بما أني جلبت له الإشهار، عندي نسبة 10% لأني مضيت معه كونترا، ولكن مديش ولا فلس أستاذ. ولا فلس، شحال كان يعطيك في الشهر أنا في قضية التعاون معه؟ في قناة الحياة 2400، عندي الكونترا راهي عندي. ما فيش داعي، ما فيش داعي، إذا احتجنا إلى الوثائق من بعد نعرضوا. يعني حتى يكون الشعب الجزائري ويكون الأحرار يصدقوني، عندي أنا مانيش نحكي فقط بكلام، ولكن عندي كل الأدلة والوثائق الدامغة تؤكد الكلام تاعي. طيب ممتاز، هذا في القناة كان يعطيك 2400، وقبل القناة لما كنت متعاون مع الجريدة كنت أيضا تخلص منها. مليون، 1,500,000، يعني حسب المقالات اللي ينشرهم لي، كل مقال ينشر عنده سعر معين. طيب، الآن في 2018 وليت ولا شغلك أساسا للقناة ماهيش لل لا كنت نشتغل للقناة والجريدة، يعني يحرت عليك أكرمك الله كما الحمار. أوكي، وما هي الملفات الأخرى اللي في القناة؟ يعني أنت قلت لي باللي التقيته، وحتى في حديثنا هكذا الجانبي كنت قلت لي باللي إنسان ما يصحاش نهائيا يعني. نعم، هابت حناشي هذه حياته شخصية، ولكن هو معروف أنه إنسان سكير ويتعاطى الكحول، ويعني الكل يعلم ذلك، وعنده مشاكل مع زوجته السيدة سميرة في علاقاته النسائية والغرامية، ومعروف أنه كان علاقة غرامية مع إحدى عاهرات النظام الفويوهات، أتحفظ عن ذكر اسمها. ما فيش داعي. أظن الكل يعلم بقصة هابة حناشي وهذه السيدة اللي كانت حابة تديها على زوجتها. نعم، ما فيش داعي، لكن هو خمارجي كبير. إيه. يعني هذا إيه، خمارجي يعني أصلاً تقرب رائحة الفم تاعو كريهة من الخمور. هل هناك قضايا اللي اشتغلتوا عليها ايضا واللي ظهرت فيما بعد انها ابتزاز اكثر منها عمل صحفي في القناة او في الجريدة؟ نعم، الحاجة التي اشهد عليها امام يوم القيامة ويحاسبني عليها الله، انه قمت بزيارة الى مقر الجريدة القناة المقابل لوزارة السكن في الجزائر العاصمة، وعرفني عبد حناشي بفتاتين حسناوتين شقراوتين، يعني شابات ما شاء الله عليهم، وكان حاكمين الماركتينج يعني يستغلهم كواجهة، وجلست معهم في المكتب، كان مساء حوالي 3 زوالا، فإذا أسمع بصوت محي الدين طحكوت، كنت تحكي معها إحدى الفتاتين بطريقة يعني أظن أن تفهمتني واش راني نقصد أستاذ، يعني ماشي طريقة مهنية، يعني طريقة فيها نوع من يعني غزل، ويعني هو بأمر من هبة حناشي أكيد. هذا مع طحكوت كان هو يستخدم هذ البنتين هذول اللي سميها اللي قلت لك بنتين. نسيت الاسم وتتوحم، ولكن كان يستعملهم يبعتهم رجال الأعمال باش يجيب بيبليسيتي، المجمعات باش يجيب لا بيبليسيتي. يعني طريقة البيبليسيتي هذا، خلينا باش الناس تفهم يعني كيفاش يجيبوا البيبليسيتي، يعني أحيانا يستخدم معاهم هو واللي أنت اشتغلت معاهم، يستخدموا معاهم العصا الغليظة، تكتبوا عليهم فضايح أو تشيروا إلى أن عندهم فضايح، وبعدين تطلبوا منهم باش يعطيكم البيبليسيتي. وأحيانا طريقة لجلب الإشهار، الإشهار الطريقة الأولى هي الدعارة الإعلامية اللي معروف بها هبة حناشي، وهو يدعي أنه خليفة ولد القومي أنس رحماني، وهو يلعب إلى جوي لو غول مليح. الطريقة الثانية أنه يهز ملفات فساد، يرسل عبر وسطاء ويبتز رجال الأعمال، والطريقة الثالثة عن طريق ضرب الشيطة البروسة، يعني يعمل تقرير في القناة ولا عنده مجلة، أيضا عنده مجلة مهمة جدا كان يأكد عليها، يرسل أحد الصحفيين يعمل روبورتاج إشهاري باش يجلب الإشهار، وراه عنده إشهار. شوف مداخيل قناة الحياة حاليا راهي تقريبا هي متساوية مع النهار، عنده إشهار كثير وراه يتهرب من الضرائب وكلش. طيب، معناها في الطريقة الخشنة هي أنكم على أساس أن هناك رجل أعمال فاسد أو رجل واحدة، هذه امرأة من تاع الأعمال فاسدة، تحطوا لها شوية هكذا معلومات ومن بعد تنيغوسيو معاها باش
هي في الحقيقة باش اكستورسيون دو فون، هي لكن تدار في شكل، هي نهب أموال لكن تدار في شكل بيبليسيتي. يعني نحبسوا عليك إذا تعطينا البيبليسيتي. اسمح لي أستاذي العزيز، بالنسبة لنواصل تجربتي مع الاتصال مع محي الدين تحكوت، تفضل. كان بإيحاءات جنسية وأنا أشهد عليها وربي حاسبني عليها يوم القيامة. أنا خلعت قاعد بديش نشوف، قالها محي الدين تحكوت روحي عندي إلا ما لقيتينيش المكتب تلقاي ولدي بلال. يعني اما التجربه الثالثه معها بالحناشي ايضا اتصل بي كلفني انني نروح نصور فندق رجل برلماني عن قصر البخاري المزيه سابقا المدعو سبيسيفيك طاهر ميسوم. كان اشترى سابقا في 2018 قطعه ارضيه على مغني الاعراس نوري كوفي في منطقه ايستو بالحي الاداري بجانب استعلامات مخابرات الشرطة لإيستو. كنا نروح نصور، صورت القطعة تاع الفندق وبعتها له في الإيميل، وهو كان دخل في دخل استغل الخلاف ما بين أسامة وحيد القدر اللي في قناة بير تي في لكي يتهجم على الأحرار، واستغل خلافه ما بين أسامة وحيد وما بين طاهر ميسوم سبيسيفيك، وجلبوا عنده في القناة قناة الحياة وعمل له حوار ودع له دراهم مع طاهر سبيسيفيك. نعم يعرف طاهر سبيسيفيك، هو كان برلماني سابق. قلت له علاه ما اخترتش قناة أخرى؟ قال لي ما كانش اللي حاب يستضيفني. قلت له أسكو خلصت حاب الحناشي؟ قال لي ما ديت له وين سون دارجون، وهذا في مزرعته في منطقة بريدية ببوتليليس غرب الجزائر. وطاهر ميسوم راهو حي رزق، وكنت نزوره بصفه دوريه في المزرعه تاعو ونعمل له فيديوهات ومونتاج في بادئ الامر لما كان فاتح صفحه في الفيسبوك في سنه 2018 2019. كنت تتعاون معاه يعني؟ نعم كانت عندي علاقه جيده مع طاهر ميسوم. هو من بعد سجنوه كما نعرف، سجنوه وما مانيش عارف لا خرج من السجن ولا مازال، لكن على ما اظن خرج، على ما اظن خرج من السجن. هذه ايضا من تجارب حتى طاهر ميسوم كان صديقي، ولكن عنده سلبيات كثير وامور لا تظهر للواقع. الناس راهم يشوفوه كان يتهجم على بوشوارب ويعني عنده جراه، ولكن كان بايعاز. او طاهر ميسوم سبيسيفيك محسوب على جناح الفريق محمد لامين مدين، وهو لماذا لا يظهر حاليا سبيسيفيك ويهاجم؟ لانه محسوب على الدوله العميقه اللي هي كانت تحرضه في وقت القايد صالح. طيب هنا طريقة أخرى، هذه طريقة، هذه ما كنتش حكيت لي عليها، هذه معناها طريقة أخرى، هو أنهم يكون هناك قناة أو صحيفة تهاجم رجل من رجال الأعمال كما يسموهم، ويدخل هابت حناشي أو جهة تدخل باش شغل واحد يدير له الهارد وواحد يدير له السوفت، يعني واحد يكون خشن يهاجمه في قناة أو في جريدة ويدخل هابت حناشي باش يحب ينظفه، يعني يحب يغسله، يعني في يعني نفس الوقت يحصل على الأموال. تصفية الحسابات شخصية قذرة ما بين ملاك القنوات، ما بين مثلا رضا محيقني مالك مجمع قناة بير تي في، ما بين الإخوة قبيل مالكي مجمع شروق، ما بين هابت حناشي، وما بين أنيس رحماني ودلقومي وهلم جارة. يعني في خلاف، في كره وعداء شديد، ويتسابقوا على شكون هو الأول اللي يلحس رونجاس المخابرات الإرهابية، مخابرات عبلة. طيب هل تتذكر شيء آخر خارج هذه القضايا؟ الآن شفنا مع قضية حسين متيجي، شفنا قضية طاهر ميسوم، شفنا هذا اللي ذكرتهم على هابت حناشي، قضية تحكوت إلى آخره. طبعا أنت قضية تحكوت ما عرفتش وش صرا من بعد. إذا تسمح لي أستاذ بعد إذن تاعك، عملت مقالات على بهلولي أبو الفضل، بارون كبير كان مدير مجمع الأندلسيات بالعنصر في وهران، كان أنتو شابل. أنا حكيت لك في حديث جانبي كيفاش تم إقالته من قبل يمين زرهوني وزير السياحة السابقة، ولكن في اليوم الموالي قرار إقالته تم إلغاؤه وقيلت الوزيرة زرهوني آنذاك. هابت حناشي عنده علاقة جيدة مع بهلولي أبو الفضل مدير مركب، وكان يجي هو وزوجته وعشيقاته ويدير بنغالو في مركب الأندلسيات مجانا، ويعرض نفسه انه هو مالك جريده الحكمه. يعني بعد كذا منشور في الايميل يهددني فيه ويقول لي انا هاب الحناشي مدير جريده الحياه وقناه الحياه ومجله الحياه.
بهذا الوصف يعني، بمعنى انه يستقوى ايه هو بالجريدة. راهو انسان مغرور وانسان نرجسي وعنده الانا عاليه، يعني حاسه في يديها في روحه، ولكن هو صفر مصفر، هذا مستواه بعد، منحط. هذا بعد هذا انا مسمي انا انا بعد ما مسميه احمد غادرت حنوشي. هذا انت هذه بعد ما انتهت التعاون بينك وبينه يعني. لكن هذا ابو الفضل، هذا ابو الفضل، واش قلت اسمه؟ بهلولي ابو الفضل. نعم، هو هو مدير مركب الأندلسيات لمدة أكثر من 20 سنة، كان يعني الصديق الحميم لملزي، هو اللي كان يحمي فيه. عبد الحميد ملزي اللي كان مشرف على كلوب دي بان وعلى ما يسمى نعم. بإقامات الدولة، يعني اللي راه في السجن يعني الآن. بالمنطقة الخضراء لنظام الفويوهات. طيب، هل هذا مازال، هذا الشخص مازال هو مسيطر على الأندلسيات؟ طبعا الأندلس مشهورة جدا، وكانت مشهورة جدا، بقامت لي 20 سنة، وكان تسبب في إقالة الوزيرة زرهوني. زرهوني، يمين زرهوني. هي وش كانت الوزيرة زرهوني هذه، وش كانت آنذاك؟ كانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. كانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. نعم سيد. بالنسبة للإجابة عن سؤالك، تم إقالته على ما أظن، أنا كنت في السجن لما أقيل هذا مدير المركب، وراه متابع قضائيا في قضايا فساد عارمه، وعنده علاقه مع ابن اخ تبون اللي هو مسير فندق شيراطون وهران، وحررت مقال، ولكن جريده الشروق رفضت تنشره في 2020. نشرت مقال ولكن لاسويت رفضت تنشرها. على هذا اللي هو ولد خو تبون، وش اسمه هذا؟ والله اسمه راح لي يا استاذ، ولكن المعلومه اللي نتاكد منها، وعندي وثائق لهم، كانوا عندي وثائق لهم في الفيسبوك القديم ونشرتها عليه، فيه تعامل. مثلا شوف فندق شيراطون وهران، يعني مثلا الاتات الاريكه ولا اي اتات قديم كيستخدموه كان ياتوا به مركب الاندلسيات ويزوروا في لي فاكتور. يا عجبا، هل الخردة، أنا درت المقال العنوان تاعي خردة شيراطون لتأتيت مركب الأندلسيات بوهران. مركب الأندلسيات كان يدخل دراهم في 2020 أكثر من 12 مليار سنتيم. كيفاش تخلي كل المؤسسات باش تتعامل معها وتشري أساس جديد، تروح تجيب الخردة تاع فندق شيراطون باش تشري ود ابن أخت تبون؟ هذه بعد ما ولا تبون رئيس يعني. نعم أكيد. أصبح هذا بهلولي اللي هو مدير الأندلسيات، اللي هو طبعا إقامة أيضا حكومية ورسمي، إقامة عامة يعني، أصبح يشري من عند نعم. شيراتون اللي هو مديره أو المسؤول عليه هو ولد خو تبون، يشري نعم. اللي عليه الماتيريال يعني المفروض. ود العصابة الحاكمة الجديدة، يعني سابقا كان يشيط الملزي، والملزي لما سجن الآن أصبح على طرف ثاني يحميه اللي هو ابن أخ تبون. تبون مزور، اللي ندمت أنني عملت له الحملة الانتخابية. طيب خلينا هذا الموضوع نبدأ به، الموضوع هذا راح نبدأ به ربما الجزء الثاني، لأنك أنت كنت في الحملة الانتخابية تاع تبون، كنت تجيب لهم الاستمارات، كنت لعب دور كبير، كنت أيضا تسس على الحملات علي بن فليس وعلى ميهوبي وحملات المرشحين الآخرين في ديسمبر 2019. طلبوا منك أنك تروح تجسس عليهم يعني؟ بأمر من الحاج سلام مدير حملة تبون مزور، والحاج آغا المكلف بالمالية، وأيضا كان بإعاز أيضا من ما يسمى حاليا بوسيط الجمهورية لولاية وهران باغلي شعيب، اللي كان مسؤول المالية في العهدة. تخيل أستاذ، هذا باغلي شعيب وسيط الجمهورية لولاية وهران كان المسؤول المالية في العهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة مع أمير محمد بن عمر ابن خالة بوتفليقة، وبعدها يقفز ويروح مع تبون. ونظرا لولائه الشديد وتزلفه وتملقه الشديد، تم تعيينه كوسيط الجمهوريه من قبل كريم يونس. طيب، الوسيط الوطني سابقا. طيب، قبل ما نروح لهذاك الموضوع، خلينا ربما نبدا به الجزء الثاني، يبدو اننا راح نكون في اكثر من جزء في الحديث معك.
نختم إن شاء الله. فقط على انت تعليقك يعني على واش ادى من بعد الى اصرالك خلاف مع هبه حناشي، واش تعليق على الشخص هذا كيفاش داير يعني شخصيا كيفاش يتعامل، لان الان يستخدموه هو كقناه اولى في نشر البروباغندا في سب الاحرار في الكذب في الى اخره، واش تقييمك عليه هو ومن يحيط به؟ يعني شوف هبه حناشي هو مجرد مثل ما بيقولوا في الاخوه السوريين هو سرمايا عند المخابرات الجزائريه، راهو ما يتعاملش ما هو يقول لهم انني كنت نعرف وسيني بوعزه المدير السابق للامن الداخلي، هذا كذب وبهتان. هو حده كابران ولا الا كان مستواه مع مقدم في مركز عنتر، ولكن هو يكذب لانه بارع في الكذب ويقول لهم انا كما قال لي انه يعرف اللواء هامل شخصيا والتقى به في مكتبه وقالوا اذا كان عندك ملفات عليا انشرها، وهذا مجرد كذب وبهتان، هو انسان كذاب اشر. العاميه تاعنا في وهران مبلعون. واش انت بقيت تشتغل معاه الى اي وقت؟ الى غايه كم انت واش من الى غايه ابريل 2019 الى غايه ابريل 2019 أفريل 2019 أنا في قلب الحراك، سقط بوتفليقة، لكن أنت تغير وضعك وراح تولي كما سميتها أنت، وإن كان أنا التسمية هذه ما نحبهاش كثير، لكن أنت راح تقول راح تولي بصبع الأزرق. راح تولي بصبع الأزرق. بصبع أزرق ومبردع، وكنت نتهجم على الحرار من بينهم أنت شخصيا، ويطلب منك السماح، والحمد لله عدت الى الرشد الى طريق الصواب الحمد لله. قبل ما تعود على الرشد راح نبداو الجزء الثاني من قبل لا تعود الى الرشد وقبل ما يدخلوك الى السجن، وراح نبداو في الجزء الثاني هذا، سنعود ان شاء الله مع اخواننا في الجزء الثاني. احمد بن عطيه المعروف بسيد احمد ايضا، وانت صحفي سابق تحدثنا في الجزء الاول على بعض المسيرة تاعك، بعض ما كشفت لنا من تصرفات بائسة خاصة لما يسمى بقطاع الإعلام في الجزائر وبعض الإعلاميين. الآن كنت في نهاية الجزء الأول كنت ذكرت قضية أنك في أفريل 2019 بديت دخلت للحراك، ومن بعد رايح أيضا مش فقط تدخل للحراك ولكن تدخل للمداومة نتاع تبول، لكن قبل ذلك يبدو أنك تذكرت شيء فيما يتعلق بما يسمى بالصحفي هبه حناشي. هبه حناشي، تفضل كمل الموضوع. نعم، هاي شهادة أتيستاسيون ترافاي مجمع الحياة هو الكاشي تاع هبه حناشي في 18 أبريل 2018 لما التحقت رسميا بقناة الحياة كمراسل للجريدة والقناة من وهران. هذه نسخة من مقالاتي اللي عملتها. نعم، هذه صفحة الكواليس، هذه ظاهرة أستاذ. نعم، هذه لما تم الاعتداء علي في مارس 2019 قبل توقيفي من مجمع الحياة، يعني عملوا لي صفحة، كانت هناك صفحة في الجريدة اسمها ميديا مختصة في شؤون الصحفيين، يعني هنا يعني الصورة تاعي تظهر والفم تاعي ملطخ بالدماء بعدما تم الاعتداء علي من قبل قريب برلمانية اسمها زرفة بن وراد و محافظ الأثلان في وهران شراكة بن عيسى في مارس 2019. هذه يعني شهادة العمل مع جريدة المحور اليومي كصحفي مدير مكتب، هي لاغريف تاع السيدة جاكير زوجة بن سبع. نعم، يعني باش نوضحوا الأمور للشهادة السادة المشاهدين أننا سارقون ونتحروا الصدق. هذو اللي كنت ذكرتهم في الجزء الأول. طيب نعم، هذه شهادة ليسونس الحقوق تاعي. نعم، هذه شهادة علم اجتماع سنة 2010. نعم، وهذه شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. بالنسبة للشرطة يعني نسيت الوثيقة، ولكن في المرة المقبلة راح نظهروا وثيقة الاستقالة
كضابط شرطه ملازم اول من بالعباس سنه 2012 في التدريب. طيب انا دائما كما تعرف في هذه الاتصالات اللي كانت بيناتنا في الفتره الاخيره دائما نقول لك وانت تحكي لي على القضايا هذه وكان بعضها مفزع وبعضها بالرغم انا راني نتابع في كل شيء لكن مرات راه تجاوزت كل ما كنت نتصور القذاره نتاعهم، لكن دائما نوصيك وما زلت نوصيك تتحرى الدقه والصدق، مهم جدا في كل احاديثنا في لان معركتنا هي معركه حق ضد باطل. واذا مره اخرى نذكرك ونذكر نفسي بتحري الدقه والصدق، لان راك هنا تذكر في قضايا وبعض القضايا خطيره جدا وتتعلق باشخاص، واشخاص اللي راهم الان بعض منهم راه مؤثر بشكل او باخر، بعض منهم راه في السلطه، بعض منهم فدائما تحري الدقه والصدق. كنت اريد ان تقول اضافه على هابت حناشي، تفضل. قبل ان اقول اضافه على هابت حناشي، استاذني قلت لك انني ارتكبت اخطاء وبعض الاخطاء كانت جسيمه بحكم التجربه بحكم المانيبيلاسيون، لكن انا لما عدت الى رشدي وتبت الى الله وانا اكيد راح نتحرى الدقه وراح تكون معركه مع هذا النظام المجرم، النظام الجزائري. اكيد لما تتحرى الدقه يكون فيه نوع من المصداقيه، وانا هذا هو اللي يهمني، ويشهد الله انني كل المعلومات اللي قلتها وساقولها والامور اللي لانني قررت انني نعمل كومبا كونتر هذا النظام اذا كان في العمر بقيه ان شاء الله. العنوان هو الصدق والمصداقيه، ونشكرك على النصائح القيمه اللي وجهتها لي استاذ محمد العربي. بالنسبه لهابت حناشي، هابت حناشي في ابريل 2019 في عز الحراك كان في نهايه الاسبوع توجه الى مسقط راسه بمنطقه جندل بعين الدفله. تم توقيفه من قبل الضباط للدرك الوطني مديريه شراقه، وتم العثور بحوزته على مسدس بيريتا يعني امبيا كما يقولها بدون رخصه. انا تم استغلالي، باش نقولوا واضحين، تم استغلالي وخدموا بيا المدعو اسامه وحيد الصحفي اللي عنده حصه في قناه بير تي في، وايضا الذي يدعي المعارضه عارف مشاكره اللي مقيم في باريس مالك موقع ترو نيوز. كان عنده خلاف ما بينهم وبين هابت حناشي، لكن رفضوا انهم ينشروا خبر توقيفه. فاتصلوا بيا بما انه يعرفوني انني جريء جدا وما نخافش وانني ما نتراجعش، وسمعوا انه علاقتي مع هابت حناشي توترت لانه رفض ينشر لي مقالاتي لاكثر من اسبوعين في الحراك، ما على باليش علاش. فنشرت منشور في الفيسبوك تاعي سيد احمد بن عطيه وقلت تم توقيف هابت حناشي، وايضا كان عندي مصدر امني اكد لي المعلومه. فتلقيت تهديد من قبل هابت حناشي، وانا بعثت لك المحادثه بيني وبينه في الماسنجر وطريقه العنجهيه تاعو انذاك. لو كان انسان زوالي وتم كان عندي معي صديقي مغترب في سجن قديل، تم عثور على بندقيه تاع الوالد تاعو بدون رخصه، راهو عقب عام ونص في الحبس، راهو شاف الويل. اما هابت حناشي بما انه جحش وعميل عند المخابرات ويخدم تم يعني سلكوه ولملمت القضيه وعادي يعني ما عاقبوش. كان المفروض انه يحوز مسدس بدون رخصه يتم معاقبته وسجنه او على الاقل تغريمه، لكن يطبق القانون فقط على الاحرار وعلى زواوي. هذه الرساله اللي نحب نوجهها للمشاهدين. هو بعد ما انت حطيت هذا الموضوع هدك وانت رديت عليه بنشر ايضا موضوعات اخرى كنت تعرفها عليه على الفساد والاخلاقي. الاخلاقي تاعو نعم. ما زادش كي قلت له عطيته ديسين ما زادش معايا، وفي ديك اللحظه ما كانش لهيلي صراحه، كان يحاول انه يتموقع في الحراك ويتموقع في ديك لانه كانت حرب طاحنه انذاك في ابريل 2019، كانت حرب طاحنه في الجيش وفي السياسيين وحتى ما بين الصحفيين بيناتهم. نعم معركه طاحنه، ومع ذلك انت نشرت له من يرضي المخابرات الجزائرية، شكون هو اللي يقدم أكثر تنازلات؟ لكن مع ذلك أنت نتيجة طبعك ما توقفتش وزدت نشرت عليه أشياء اللي تخص حتى في علاقاته مع مسؤولة حاليا. نشرت صورته مع إحدى اللي هي مسؤولة حاليا
في مؤسسة جزائرية خيرية، صورته معها في إحدى الملاهي الليلية. طيب خلينا نرجع، راك في أفريل 2019 غادرت قناة الحياة و دخلت أكثر في الحراك، واش كنت تدير في الحراك؟ في الحراك كنت نتلقى أموال من قبل برلمانيين ومسؤولين باش نوسخ الآخرين، يعني مثلا كان برلماني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يدعى صالح قدادرة كان يمنحني الأموال، وأني مع مجموعة من الشباب من بينهم شخص دخل معي السجن يدعى صدق عبد القادر المدعو بوبار، كنا نتلقوا الأموال ونديو معنا الشباب نعطوهم مبلغ 2000 دينار يوم الجمعة ونمشيو في وقت الحراك ونرفعوا لافتات ضد مثلا هذا البرلماني كانوا عنده أعداء في الحزب تاعه، مثلا يقول لي لازم تخرج يوم الحراك وديروا شعارات ولافتات ضد مثلا البرلمانية راتشيبة عياد اللي هي صديقة أحمد ويحيى، ضد البرلماني نبيل لوهيبي هو ابن أخت العربي بالخير وكان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، ضد رئيس دائرة وهران السابق مراد الحموني. يعني هذه هي كنا نديروها في الحراك. وبعدها لما تعرفت في الوقت اللي كانوا صالح، في الوقت اللي كانت الأغلبية داخل وهران حراك دولة مدنية مش عسكرية، حراك من أجل نهضة الجزائر، حراك انتوما كاين على الجانب، كانت كاينت صراعات وخصومات نتاع الجماعة المسيطرة في وهران بيناتهم، انت كنت داخل في الأجنحة يعني. نعم أنا كنت، كانوا يستغلوني صراحة ويعطوكم مال باش يوسخوا بعضهم باش يسبوا بعضهم. مش المال ماهوش كبير، مبلغ يعني مبالغ دي فوا 5 ملايين دي فوا 2 ملايين دي فوا مليون، ويسالوا. انا قلت المعالي كانت عندي الوالده تاعي رحمها الله مريضه، كنت مسؤول على البيت، حتى انا كنت نعاني من صحيا. نعم. يعني كنت معالي ما كنتش بدون، توقفت من الحياه، توقفت من المحور، قعدت بدون عمل، عندي ما فيش مدخول، يعني كنت مضطر، وهذه الحقيقة أستاذ. باش تقبل هذا المال القذر في إطار الصراع اللي كان قائم ما بين ما بين ناس تقريبا كلهم فاسدين ومفسدين يعني في ولاية وهران. مش كلهم، جميعهم بدون استثناء. بدون استثناء. وأيضا من بينهم زوجة أتحفظ عليها حاليا وممكن لاحقا نحكي عليها. طيب ايضا ضد رجل اعمال مالك سكنات عقاريه مدعو بالمليسه هشام بالمليسه، يعني ضد سيده اعمال اسمها الهام حبايه اللي حرضتني ضدها سعيده نغزه لانها ما مشاش معها في الخط. يعني فيه كثير. سعيده نغزه هذه تاع ما يسمى برجال الاعمال، هي ايضا عندها حاجه هكذا تاع رجال الاعمال الى اخره. هي رئيسة الكونفدرالية الجزائرية لا سي جي ومالكة مجمع سورالكوف، وتملك أكثر من 15 مرملة صابليار في الجزائر، وهي محسوبة على جناح الدولة العميقة والجنرال الفريق محمد مدين توفيق. طيب أنت كنت ذكرت لي أشياء عليها ممكن نرجع لها من بعد فسادها العارم يعني، لكن نعم. الآن كانت هذه، كنتم انتم تستغلوا الحراك لمصلحة بعض الناس يعطوكم أموال بيناتهم في صراعات هذو تاع البرلمانيين وصراعات تاع ما يسمى برجال الأعمال إلى آخره، لكن الحراك في وهران كان مستمر. كنتوا أيضا استخدموك من بعد ربما هنا بعد ما تلقيت العقيد صالح ماجنتا اللي هو رئيس المخابرات الجهوي الجهوية في وهران الداخلي. نعم ايام الوسيني، وسيني بوعزه هو صديق قريب لي، وسيني بوعزه وصديقه. هذا العقيد طبعا الان في السجن، لكن في هذيك الفتره كان ايضا وجهك ضد الحراك على ما اظن حسب مصادري، وخرج مؤخرا. خرج مؤخرا. طيب هو وجهك ضد الحراك في الاول، طلبوا منكم، مش طلبوا منكم تاع الجيش، خاوه ووجهوكم ايضا ضد بعض الوجوه تاع الحراك، صح؟ حتى نكون واضح معك استاذ، قمت بهجوم ضد رئيس دائره وهران منحدر من ولايه بشار رحموني مراد، فقام بتوجه يوم الجمعه بشكوى ضدي عند العقيد صالح مدير المخابرات الجهويه في وهران في واجهه لامارتين بواجهه البحر بومار،
فقال له ماجنتا، هذه هي تسمى ماجنتا؟ هذا حراك، هذه تسمى ماجنتا؟ ماجنتا هو، نعم. فرئيس الدائرة أرسل لي الأمين العام لبلدة وهران اسمه فخة بن عمر، حاليا هو رئيس دائرة خميس مليانة بعين الدفلة، وهو اللي عرفني ودار لي كونتاكت مع العقيد صالح مدير المخابرات. متى كان هذا؟ في مارس أبريل ماي 2019. التقيت صالح، العقيد صالح، ما تعرفش اسمه كامل لانه يستخدم اسامي مستعاره. اسمه هو حقيقي صالح، ولكن المخابرات راهم يمشوا باسماء مستعاره، استاذ ما تقدرش اسمه، اسمه محمد يسمي روحه منير ولا مثلا اسماء مستعاره، ما تقدرش تعرف الاسم الحقيقي. الاسم الحقيقي، لكن هو التقاك في المكتب نتاعو في ماجنتا؟ لا، ما تلقيناش في ماجنتا حتى نكون واضحين، تلقينا في مقهى في المرشد، وقال لي يعني لازم نحتاجوك، وعلى بالي انت انسان جريء وعندك مستوى وما كانش لي يخرف فيك ونحميوك ومنا منا، وانا عجبني الحال ومشيت في الخط نتاعهم. واش كانت الطلبات؟ واش كانت الطلبات نتاعو؟ شاركنا في المسيرات المضاده، ما يسمى بجيش خاوه خاوه. كان معنا إمام أحد المساجد في طيبو حي النجمة، كان معنا إنسان ملتحي واسمه محمد الأمين، كنا نتوجه إلى شارع خميستي أين يوجد الرابطة الوطنية لحق الإنسان للأستاذ قدور شويشة، كنا نرفع شعارات ضد قدور شويشة وضد القبائل وما يسمى بالزواف، وهذه هي أستاذ. هذه بطلب من العقيد صالح. نعم، ولاحقا ما ولاش هو يتعامل معايا، ولا يتعامل معايا واحد اظن ضابط او كبران ما بليش الرتبه تاعو، هو اسمه، هو يسمي روحو زينو، هو يسكن في الحاسي، هو في الحاسي، وكنت نتواصل معاه، هو اللي كان يعطيني التعليمات. يعني ذلك هنا ما يسمى بالوفيسي تريتون، يعني الضابط اللي مشرف عليك لم يعد هو عملياتي، لم يعد هو القائد، قائد ماجنتا، قائد المخابرات الداخليه العقيد صالح، وانما احد مساعديه اصبح يعطيك التعليمات. اكيد هو راهو كان لاهي في ليزافير استاذ، في المعلومات في ليزافير، ويهز دراهم ويدير الابتزاز البرلمانيين ورجال الاعمال ويدي لهم دراهم، وكون ثروه طائله. وطلب منك العقيد صالح، طلب منك باش تتوقف تهجمش على رحموني هذا، صح؟ اشخاص معينين، نعم، من بينهم البرلماني نبيل لهيبي مالك فندق جاسمين، وايضا البرلماني صالح قدابره. يعني هما اصدقاء مقربين لي، وكانوا يعطوا دراهم، يعطوا كل دين شهريه للعقيد صالح. طيب انت كم التقيت العقيد صالح، مرتين ولا ثلاثه؟ لا، مرتين، دو فوا. مرتين، واصبح ديك التعليمات، والتعليمات الان بدل ما اللي كما كانت من قبل انهم برلمانيين ورجال اعمال يتهجموا على بعضهم ويستغلوا الحراك، اصبحت انت الان الهدف هو تهجم على الاحرار، تهجم على الدوله المدنيه، تهجم على اشخاص معينين بما فيهم قدور شويشه اللي هو مناضل معروف ما يساري. نوجه له تحياتي، وانسان محترم هو، وزوجته الصحفيه كانت زميلتي في جريده ليبرتي، استاذه نوجه لها تحيه من هذا المنبر ليها والاستاذ قدور شويشه، ونقول له انا اسف ونعتذر له بحكم ما عنديش تجربه، وبحكم المانيبيلاسيون، وبحكم الاوضاع الاجتماعيه اللي كانت عندي انذاك، ولكن الحمد لله انني تراجعت عن هذا الخطا ونحاول نصححه. طيب ذكرت باللي اشتغلت معها في جريده ليبرتي، طبعا هي فرانكوفون وكتبت في ليبرتي. لا ما اشتغلتش معها استاذ. ما اشتغلتش معها. فرانكوفون وانا اروبوفون. ولكن كنا نلتقي في الميدان، انسانه محترمه، صارت لها حادثه، يعني مناضله مكافحه، مرات عدى عليها عمار تو وزير النقل، صارت لها قبل ما نتحقق انا في الصحافه على ما اظن في سنه 2006. راهي انسانه محترمه وماهيش شياته، من بين الصحفيين اللي عندهم كفاءه وانسانه نزيهه وتقول كلمه الحق. نوجه لها تحيه كبيره للاستاذه زوجة قدر شويش. جميله الوكيل الاسم نتاعها، صحيح؟ مدام جميله الوكيل، نعم. طيب الان هل كانوا يعطوكم فلوس باش تهاجمونا؟ يعني باش تهاجموا الاحرار وتهاجموا الدوله المدنيه؟ صراحه انا ما كنتش ناخذ فلوس، مجانا. مجانا كنت تدير فيها؟ فقط وعود بالحمايه
ووعدوني انهم يوظفوني في الاذاعه الجزائريه بوهران او وكاله الانباء الجزائريه بمنصب طار وبعقد عمل يعني سي دي كونترا ديوري انديتيرميني. كم كان عدد الاشخاص اللي كانوا معاك اللي معطينهم هذه المهمه اللي هي تهجم على الحراك والتهجم على الاحرار الى اخره؟ في كنا في كثير في كثير، ولكن انا شخصيا كصحفي كنت انا، في هناك صحفيين اخرين من بينهم الصحفي في الخبر وهو مجند من قبل المخابرات، نتحفظ حاليا على ذاك الاسم ويعرف نفسه مليح شكون هو. هو كان يدعي انه حر وانه ضد، ولكن كان ينقل معلومات عن الحركيين وعن الاحرار والناس اللي تجيو عنده الجريده يشكيو، وكان يرفع تقارير الى المخابرات. لا، في الحاله هذه ما لازم تذكر اسمه، لان هذا راه يضر الناس، فالناس على الاقل باش يعرفوا من هو هذا. هو حاليا تقاعد، نقدر نذكر اسمه، هو الحسن بوربيع، المدير الجهوي لجريده الخبر بوهران. لا، لان هذا مهم جدا، لان الناس اللي مازالوا يشتغلوا او مازالوا يضروا الناس، مليح الناس يعرفوا اذكروا الفاسقه بما فيه، يعني مليح الناس يعرفوا هذا النوع. الحسن بوربيع هو كان عنده مشكله مع سولت صالح زيتوني والي معسكر، ويدعي انه معارض وانه يكره النظام، ولكن هو عميل للمخابرات الجزائريه. يعني قضيه العماله منتشره داخل الوسط الصحفي. العقيد صالح تقدر تاكد باللي او تنفي العماله منتشره داخل ما يسمى بالصحفيين في الداخل؟ ما سمعتكش استاذ، الصوت شويه متقطع. واش قلت لي؟ قلت لك هل تقدر تاكد او تنفي ان العماله منتشره داخل ما يسمى بالصحفيين في هذا في الوسط في الداخل؟ شوف، راح نقول لك معلومه متاكد. في الجزائر باش تكون رئيس تحرير في جريده عموميه او جريده خاصه، مستحيل يتم تعيينك الا بموافقه المخابرات الجزائريه. مثلا نعطيك مثال، سميره بالعمري رئيسه تحرير جريده الشروق، كان فيها عندها خلاف حاد مع محمد يعقوبي لما كان رئيس تحرير الشروق، ولكن هي بعلاقتها مع ضباط المخابرات استطاعت انه تليكيديه، تدي هي رئاسه التحرير بالتوازي مع جمال الاعلامي، ثم لاحقا جمال الاعلامي إيكارتاته تم توقيفه وتعيينه لاحقا مدير عام لجريدة المساء، ثم حاليا على ما أظن تم تعيينه في جريدة الشعب في مكان مصطفى هميسي. يعني مستحيل كل رؤساء التحرير في الجزائر هم عملاء لدى المخابرات الجزائرية، وهذه معلومة مؤكدة 100%. هذا فيما يتعلق برؤساء التحرير، لكن فيما يتعلق بالصحفيين فيهم وعليهم، تقدر تقول فيهم وعليهم؟ لا، في أحرار نسبة ضئيلة، نسبة أحرار صحفيين سواء صحفيين في العاصمة أو مراسلين، في أحرار ولكن نسبة قليلة، أما الغالبية فيهم عملاء أكيد، ممكن عملاء عند الشرطة، مش الشرطة يكون عند المخابرات، عند المخابرات فيه عملاء ليرجي مثلا في وهران، فيه كثير صحفيين مراسلين، هم كانوا يضلوا مجمعين في مكتب عبد الرحمن مكلف الإعلام سابقا لأمن ولاية وهران، كانوا يضلوا مجمعين عند نواصري صالح ويهزلوا المعلومات مجانا فقط للبليزير. طبعا انت تعرف الموضوع مليح في وهران لانك من مواليد وهران، انت ابن وهران واشتغلت طول عمرك تشتغل في وهران خاصة يعني، وبالتالي وما جاورها، بالتالي تعرف الموضوع مليح الان، وعمرك الان 34 سنة ما شاء الله. طيب، مرتها الان راك كان بدا وظ يعني وظفك اذا شئنا نعبر بين قوسين وظفك صالح العقيد صالح باش تصبح عميل عند الدي ار اس في وهران، ودار لك ضابط اللي هو اصبح لوفيسي تريتون تاعك، هل تتذكر اسمه هذا؟ قلت لي زينو. اسمه زينو، زينو يعيطوا له زينو، ولكن اسمه ماهوش زينو. صحيح، هو يسكن في الحاسي وسكان الحاسي كلهم يعرفوه. هل عندك اشياء معينه اخرى طلبوها منك؟ كنت نلتقي به في مقهى مدينة جديدة المقابلة لمتحف أحمد زبانة، ثم كان عن مكان الالتقاء بيننا بكل سمانة ولا سمانتين نتلاقى تم من عنده ونديم تعليمات من عنده. طيب، ما عدا قضية التهجم على الأحرار، تهجم على قضية الدولة المدنية، نشر قضية الزواف إلى آخره، هل طلبوا منك أشياء أخرى الدي ار اس؟ هل طلبوا منك أشياء أخرى؟
فيه امور كانوا يطلبوا مني انني امور اخلاقيه على شخصيات في وهران برلمانيين وائمه مشهورين و يعني نعاونهم باش نوقعوا بهم باش نجيب عليهم معلومات. انا عارف راك مره تحفظ، احنا كلنا نتحفظ على القضايا الاخلاقيه خاصه وخاصه نعم المشاهدين. يعني امور اخلاقيه دنيئه يعني ما نحبش نحكي عليها. يعني في فساد اخلاقي عارم في الجزائر، فيه ائمه، فيه برلمانيين، فيه يعني امور اخلاقيه فظيعه. يورطوهم ومن بعد يشدوا عليهم ملفات، يعني انت كنت تساهم في توريطهم يعني بصفه معينه، مش ما كنتش ما تعمقتش لاني مراهب من سنه تم سجني، يعني ما قعدتش بزاف في هذه الامور. ولكن حاجه شهاده اني نقولها انه عدد كبير من البرلمانيين والحاكمين، مثلا مدير الانباء الجزائريه سمير قايد اللي هو حاليا مدير وكاله الانباء الجزائريه، راهو عميل عند المخابرات الجزائريه وحاكمين عليه. سمير قايد حاكمين عليه ملفات اخلاق. نعم، هو المدير الحالي لوكاله الانباء لابي اس، كان مدير جهوي في وهران، وثم بتملقه وتزلفه للمخابرات وعلاقته مع بالحمر وزير الاتصال السابق تم تعيينه كمدير عام لوكالة الأنباء الجزائرية حاليا. وفي الغالب قبل ما يعطوهم هذه المناصب يورطوهم في قضايا أخلاقية، يورطوهم إما مع نساء وإما في قضايا شذوذ جنسي. يعني أظن أنك فهمتني واش نقصد. نعم نعم، ويكونوا عندهم شادين عليهم ملفات ومن بعدين يوظفوهم في، يعني لما يورطوهم بعد في الغالب يعطوهم مناصب اعلى، والله وش يحدث؟ اكيد كل ما يكون فيه فساد اخلاقي اكثر وعندهم ملفات عليهم كل ما يطلعوهم في المناصب. مثلا في شخص اللي هو حاليا مكلف بالشؤون الخارجيه في رئاسه الجمهوريه من منطقه تلمسان، كان مدير كناس الكازورون كما نقولوا الضمان الاجتماعي في وهران، قبلها كان عامل بسيط في سوناطراك، ولكن بالتدريج تم تعيينه كاطار سامي حاليا في رئاسه الجمهوريه، يعني بواسطه امور اخلاقيه. عندك اسمه؟ اسمه راني نسيه، من بعدها اسمه مهدي، اللقب تاعو نسيته. هو والده كان عقيد سابق في الجيش، وامه كوافوز حلاقه. هذا ورطوه وذكره مسؤول في الرئاسه في 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 قضايا الشؤون الخارجيه داخل الرئاسه يعني. لا، هو حاليا موظف، راهو في رئاسه الجمهوريه مع عبد المجيد تبون. كمستشار تعتقد ولا؟ نو، مش مستشار، راهو موظف فقط في العلاقات الخارجيه. هذا من بين الامثله تاع نتاع التوريط الاخلاقي، ومن بعد يعطوهم مناصب. نعم. يعني مثل هذا تاع لابياس، تاع لابياس واش اسمه هذا اللي راه موجود الان؟ اسم الشخص اللي نحكي عليه؟ تاع لابياس. نعم، وكاله الانباء الجزائريه. ايه، سمير قايد عنده صور مع نساء، علاقات غراميه وهزين عليه، لان لو كان ما يكونوش هزين عليه ما يديروش مدير وكاله الانباء. يعني هذه القاعدة، يعني باش يتعين في منصب مهم لازم يكون عنده ملف أخلاقي. لازم واحد يكون نظيف ويكون ما حازين عليه والو، مستحيل أنه يدي منصب في الجزائر في مع نظام الفويوهات. هذه التجربة اللي خرجت بها أنت أكثر من 10 سنوات وأنت معاهم. 10 سنوات وأنا في وهران، وكنت نتنقل العاصمة وعندي ما عنديش تجربة. 10 سنوات ماهيش تجربة كبيرة، ولكن هذه الخلاصة اللي استنتجتها طيلة فترة عملي في هذا النظام. لا، 10 سنوات في الحقيقة تجربة كبيرة، لأنه هذه الحاجات ممكن بعد 10 شهور، سنة، سنتين، الإنسان أصلا يصبح يتأذى كي يكون الإنسان. لكن 10 سنوات عموما، قبل ما نروح إلى موضوع الانتخابات تاع، أنت كنت أشرت لي أيضا في إطار ما دام رانا نتكلموا على هذا الفساد العارم اللي تشرف عليه المخابرات أساسا، قلت لي باللي هذو بين قوسين يسامحونا الناس الكباريات، يعني الملاهي الليليه. الملاهي الليليه هذه قلت لي هي فساد عارم بطبيعه الحال، لكن قلت لي الملاك نتاعها في الغالب ما همش الناس اللي ظهروا في الصوره، صح؟ نعم استاذ، فيما يخص الملاهي الليليه او الكباريات، نعتذر على الكلمه، في وهران
الملاك الحقيقيين للملاهي الليليه، ما نسمي لك لاسيندا، لافياي، الجوهره، بوريفاج، كلهم يعني في كثير من الملاهي الليليه الملاك الحقيقيين هم اما عسكريين ضباط سامين متقاعدين او وكلاء جمهوريه وضباط، يعني هذه معلومه ما تخفاش على احد. وضباط المخابرات يظلوا سهرانين يعني تما موجون ويظلوا سكرانين تما ويتريتوا لي زافير تما يعني في الملاهي الليليه ويدخلوا اموال طائله ويعملوا ابتزاز ويعملوا كل هذا. يعني الملاهي الليليه هي عباره عن بيع اللحم الابيض اذا شئنا، والفساد الاخلاقي يشرف عليه ضباط مخابرات. ولكن هل ضباط الدرك وضباط الشرطه متورطين ايضا ولا فقط ضباط المخابرات؟ ايضا لا 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 لا، حتى ضباط الشرطه فيه ضباط فاسدين، من بينهم كانوا معي في المؤسسه العقابيه لمدينه جديده، تم سجنهم يعني خدموا بهم وبعدها سجنوهم، تاع البياري، في ايضا في الضباط في الدرك الوطني ايضا فاسدين. هذو كلهم في هذا الملاهي الليلية. المخابرات هي اللي تعلمهم السحر، هي المثال الاكبر لهم. يعني القياده الرئيسيه تاع الفساد هذا تدير المخابرات في رايك انت؟ شوف استاذ، كاين حاجه في الجزائر، الكل يهاب المخابرات. لما زارتني المخابرات الجزائريه في سجن مدينه جديده يوم الاحد 14 من فبراير 2021، جاء عندي نائب المدير، ثم جاء عندي مدير طامه محمد يرتعد، قال لي علاش جاو عندك جماعه الدي ار اس؟ قال لي يا بن عطيه انت صغير ومحاينك كبار، هذه الكلمه انا متذكرها. انا لاحظت مدى خوف هذا مدير سجن، الكل يخاف منه. لما جاو عندي ضباط المخابرات خاف. اليوم المواليس العاني يحاول ان يعرف علاش جاو عندي ضباط المخابرات. انا حكيت لك الضابطين اللي زاروني بامر من عند الغني راشدي. نعم، راح نرجعوا لهم من بعد لما نتكلموا على سجنك، على الموضوع نتاع لما سجنت ولماذا سجنت وكيفاش تعاملوا معاك والى اخره. لكن هذا الفساد منتشر خاصه في هذه الملاهي الليليه وباشراف من جهات رسميه اساس المخابرات، وان الملاك هم قضاة في الغالب وكلاء جمهوريه يعني اساسا، يعني نتاع النيابه اساسا، مع بعض الضباط سابقين او لاحقين يعني الان موجودين في الوظيفه او ولكن عندهم تسميات دايرين اشخاص. استاذ اضافه، الفساد مش فقط في الملاهي الليليه، حتى في المجمعات السكنيه المستفيدات هناك ملاحظات. تصيب مجمعات السكنات الاجتماعيه او الاديال والالفيه، تصيب نساء عازبات واستفادوا، اللي ساهم في تلك الاستفاده ودعمهم هم ضباط المخابرات او ناس واصلين في السلطه، ويجوا يجوزوا عندهم فترات حمراء ويبعثوا يديروهم كما مصيده لاصطياد المسؤولين ويصوروهم ويقارديو هذيك الفضائح الاخلاقيه. يستعملوهم كطعم يعني. نعم اكيد، يعني عندهم شبكات واسعه ومتغلغله مش فقط في الملاهي الليليه. هذه تاع السكنات اللي يمدوها خاصة لنساء فاسدات يعني. والمثال سفيان قفودة، رئيس نادي مستغانم سابقا، اللي هو مالك احدى الملاهي الليليه المعروفه الجوهره في وهران، خدموا به وكانوا ضباط مخابرات يهربوا الكوكايين والمهلوسات، وبعدين ضحوا به وحاليا مسجون في السجن الجديده القصبه كما نقول لها. نعم اتذكر الموضوع وكنت تكلمت عليه انا لما هذا اعتذر لقاطعتك استاذ، هذا كان حارس باركينج في حي قنبيطه الشعبي، بقدره قادر اصبح يدور بالسيارات الفارهه والفيلات والتعاونيات العقاريه، وهذا كله من قبل ضباط المخابرات اللي كانوا هما يستعملوه في المتاجره بالكوكايين، ولكن خدموا بهم وعاودوا كي تنتهي فترة الصلاحية راهم يتخلصوا منهم إما بالاغتيال أو بالسجن أو بطريق طرق. هذه واحدة من القواعد اللي يستخدموها معاهم، مثل هذا قنفودة المعروف بن قنفودة، أنا أتذكر كانت صرت لما اعتقلوه قبل أشهر كانت صرت ضجة، قالوا له عنده 10 كيلو كوكايين، وهو كان معروف قلت لي بدا كحارس تاع باركينج. نعم، حارس باركينج، وكان بورتي كما نقولوا يحمي لي شونتور ولي شونتوز في الملاهي الليليه، وبقدره قادر اصبح وراه داير شبكه، كان يدير شهريه للصحفيين
المختصين في الشؤون الرياضية في وهران باش يمدحوه ويشكروه ويتهجموا على طيب محياوي وعلى يوسف جباري المساهمين في مولودية وهران. هذه أيضا يعني صراحة الدعوة راهي يعني ما نعم في فساد في فساد أخطبوط يعني فساد أخطبوطي يعني. لكن في بالك أنت أن المخابرات بعد ما خدموا به كملوا به ثم رماوه ودروا التهمة والآن راه سجين يعني. هو نادم حاليا واش راح دراهم عنده ما راحش يخرجوا براءة. هو حاليا يحاول أنه يشوف خيط كيفاش يشري القضاة ولكن ما ظنيتش راح يسلك راسه. طيب خلينا نعود ونرجعوا، لماذا في اعتقادك عاملين وهران بشكل أساسي عاملينها وكان عاصمة للمجون والفسق والفساد؟ لماذا وانت ابن وهران؟ وهران هي مش عاصمة للمجون والفساد، هي عاصمة المصالح، عاصمة الأموال. يحاولوا أنهم دائما الوالي تاع وهران هما اللي يعينوه، لأنه والي في وهران برتبة وزير. وهران مهمة جدا، سواء العصابة السابقة ولا العصابة الحالية. كل أبناء العصابات، أميار الهامل، أبناء جنرال مناد، أبناء مصطفى قيطوني وزير المالية من وهران، بن غبريط أيضا تكون في وهران، كلهم عندهم فيلات في كاراستال حي المنزه. يعني وهران مهمة جدا بالنسبة لهم. أنت كي تقول هما اللي عينوا، احنا عارفين باللي طبعا السلطة هي اللي تعين الولات وفي الغالب عن طريق المخابرات، لكن شكون هما أيضا الآخرين؟ على من ترجع هما؟ الوالي لو كان ما يرضاوش عليه النافذين رجال أعمال، يعني نعطيك مثال بسيط على الوالي زوخ. كان عنده خلاف حاد مع رجل أعمال كريم شريف عثمان اللي توفي مؤخرا. ويعني تقام بتسميمه، واضطرت السعيد بوتفليقة وأنذاك إلى تحويله من وهران إلى على ما أظن مستغانم أو سطيف قبل ما يولي العاصمة. رجال أعمال عندهم أيضا نفوذ كبير جدا في تعيين الولات إلى جانب المخابرات. نقدر نقوله هو مجتمع خفي، ظاهر وخفي في نفس الوقت، ظاهر بأنه رجال أعمال وأنهم برلمانيين وأنهم ضباط مخابرات، لكن في الخلف هناك صراعات، هناك خصومات، هناك فساد عارم، هناك ملفات، هناك استخدام للنساء باش يطيحوا بعض البرلمانيين خاصة في القضايا الأخلاقية. وقلت أن القضايا الأخلاقية فيها النساء وفيها الشذوذ، مش فقط نساء ممس، وأيضا في قضايا يعني شذوذ جنسي يأكدوا خصوصا الشذوذ الجنسي. هذا منتشر يعني؟ نعم بكثرة. نعطيك مثال، إذا كانت تحب، في سيناتور عن ولاية وهران تمت سرقة فيلا تاعو في بير الجير بمحاذاة الأمن دائرة القديم من قبل شخص، يعني كانت صديقته كانت مرضفة في فيلا هذا السيناتور. تم سرقة مبلغ من المال 500 مليون وأيضا 500 غرام من الذهب، وتم العثور على سيديهات، أجهزة سيديهات فيها أشرطة الشذوذ الجنسي والسادية، وفيها شخصيات أمنية وشخصيات مدنية. هذه في فيلا سيناتور معروف جدا في وهران. وراه مازال سيناتور؟ لا، هو حاليا انتهت عهدته. القضية تمت لملمتها في سبتمبر 2018 من قبل مدير الأمن الولائي السابق المسجون في بن عباس نواصري صالح، اللي هو اليد الضاربة للواء هامل في وهران. هذا كان في الشرطة ولا كان في الجيش؟ شكون هو؟ هذا اللي قلت هذا عضو مجلس أمة عن لا اللي قام بالملف جدا من أحمد ويحيى، وتم العثور يعني سرقت فيلا تاعو في بير الجير، فيلا دايرها للمجنون والشذوذ الجنسي. هذا السارق اللي سرق له الفيلا تاعو قلت لك سرق مبلغ من المال والذهب، وايضا تم العثور على اجهزه سيديهات فيها توثق الشذوذ الجنسي. وحسب المعلومات اللي جاتني انه مدير سوناطراك السابق كان يزوره باستمرار، ايضا وزير الشؤون الدينيه السابق محمد عيسى، وهذا معلومات مؤكده والله شاهد على ما اقول. ولكن اللي لملم القضيه هو مسؤول الامن ولا مسؤول المخابرات؟ نعم مدير، لا مش مخابرات، مدير الأمن الولائي المراقب الشرطة نواصري صالح
اللي هو مسجون حاليا في سجن بالعباس بثمان سنوات سجن النافذة بتهمة فساد، وتم العثور على أكثر من 8 مليار سنتيم في حسابه، وكان يقطن بالحي الإداري للشرطة وإطارة الدولة بإيستو بجانب مستشفى إيستو. إذن كان البعض اللي يسجنوهم، لكن هل هو سجن من آل لتنظيف أو هو سجن تاع أجنحة يسجنوا بعضهم؟ نو، هو صراع أجنحة، لأنه هذا كان محسوب على الهامل. الهامل. الهامل، والهامل سقط، وسقط مع الجناح تاعو، يعني يتم تصفية حسابات وسجنهم، أو بالسجن أو بالاغتيال، مثل ما حدث مع فريق أحمد قايد صالح. هناك جنرالات سجنوهم، مثلا وسيني بوعزة وآخرين، الأمين العام السابق لوزارة الدفاع اللي هو أغريس، هناك من تم اغتيالتهم في مستشفى عين النجا، وهذا واضح للشعب الجزائري امامه، وش شيء خفي على ذكر الأجنحة المتصارعة. على ذكر، انت ذكرتنا في قايد صالح، وكان انت كنت في وهران وفي ايام الحراك، كان سيبو هو اللي كان قائد الناحية العسكرية الثانية اللي من بعد استلموه من فرنسا. مفتاح صواب. هل لديك ما تقول عليه؟ لأنه هو من بعد استلموه من فرنسا وقالوا مات، جاي مات. طبعا احنا عارفين النقطية، أنا كنت في السجن لما توفي في أوت 2020، ولكن أنا متيقن أنه تم اغتياله من قبل المخابرات الجزائرية في إطار صراع ما بين جناح الدولة العميقة اللي يقوده الفريق توفيق، وجناح المقبور أحمد قايد صالح. طيب. بالنسبة للمعلومات اللي وصلتني، أنه ليلة سقوط الفريق توفيق وسجنه رفقة سعيد بوتفليقة وبشير طرطاق، جلبوا مغنية الراي، ملكة الراي الشابة حليمة الزهوانية، وفي الناحية العسكرية الثانية، وداروا المشوي بالغزال بتحضير بالتنسيق نسيب القايد صالح مفتاح صواب، ويعني والفريق قايد صالح كان في تلك الليلة كان خايف، ما كانش يأمن أنه راح يسجن توفيق. جاه نسيبه الفريق اللواء مفتاح صواب، قالوا خلاص وانا قمنا بالعملية، وفي تلك الليلة عملوا حفلة، يعني سكون حفلة صاخبة غنت فيها الشابة الزهوانية، وانا اللي كذبني، واني متأكد من معلومة 99% من مصدر، ايضا من مصدر امني. طيب، انت في اعتقادك ان القايد صالح ما بقاش في العاصمة لما اعطى اوامر باعتقال توفيق وطرطاق وسعيد؟ ما بقاش في العاصمة، راح لوهران. في وهران ما كانش يتق في العاصمة، كان يتق فقط في نسيبه ومفتاح صواب، كان يخاف، كان هو القايد صالح كان يبين في التلفزيون وخطاباته انه قوي، ولكن في الحقيقة هو انسان الناس اللي قالوا لي، يعني انا صراحة لا اعرفه ولم التقي فيه، ولكن كان انسان جبان خواف. مفتاح صواب التقيته ولا ما التقيتوش؟ كان يخاف من توفيق. لا، مفتاح صواب انت شخصيا التقيت مفتاح صواب ولا لا لما كان قائد الناحية العسكرية الثانية؟ لا، لم التقي به شخصيا، شفته من بعيد صراحة، حضرت مرة تخرج في طفراوي، شفته من بعيد، حتى سعيد باي، لأنه فيه أستاذ حاجة بالنسبة للصحفيين الجزائريين. العسكر ممنوع أن نقربوا لهم، لما يجي وزير الداخلية سواء زرهوني ولا وتقابلية ولا اللي كان وزير أول بدوي كنا نتقربوا منه عادي، انا كمراسل ونسقسيه ونساله ونحتك به عادي، ولكن لما يجي مدير الامن الوطني مثلا اللي هو هامل، ممنوع انك تقرب منه. في صحفيه في جريده الجمهوريه في احدى زيارات اللي هو هامل، هي كانت مقربه من الامن الوطني، اقتربت فقط من اللي هو هامل، ضربها البروتوكول، رجعها قدم. ممنوع، ما نقتربوش احنا كصحفيين من العسكر. العسكر القطاع العمومي ولا الخاص؟ العسكر ممنوع تتقرب من قائد ناحيه او جنرال، ممنوع. فقط المخابرات اللي ممكن يشرفوا عليكم وممكن هما يتعاملوا معاكم، يعني فقط مخابرات العسكر. نعم. مخابرات الجيش. ومعامله كعبيد، كانوا يعاملكم كعبيد. انا صراحه انا انسان عندي شخصيه وعندي عنفوان وكرامه وكبرياء، ما كنتش نتقبل معاملة سيئة، ولكن كاين ناس يرضاو ويحسوا الرونجاس ومجانا، كانوا يذلوهم. هادو صحفيين وصحفيات؟ صحفيين ما يخلصوش، ماهوش امنين اجتماعيا، ماهوش تابعين كروشهم، ورغم ذلك انهم يصروا انهم يضربوا الشيتا والبروسة للمخابرات ولا الشرطة ولا الدارك او حتى المسؤولين المدنيين.
طيب احنا كل ما نجي نتكلموا على الموضوع تاع دخولك للانتخابات ومع في المداومة جينا قضية أخرى تشغل. نطرقوا له الموضوع مهم مهم جدا. انا نعم نادم جدا، نطلب السماح من خاوتي ومن الشعب الجزائري انني جمعت 500 استماره لدميه الجنرالات ماريونيات عبد المجيد تبون. ان شاء الله هاني طلبت التوبه من الله، ان شاء الله اكيد انه ربي هو راضي عليا، لانني انا عارف بلي ربي سبحانه قبل التوبه تاعي وقبل الاعتذار تاعي. ان شاء الله الشعب الجزائري الحر مش بصبع على رجلك او يقبل الاعتذار تاعي استاذ. طيب قبل ما نروحوا للاعتذار تاعك، انت الان تقرب جابوك بديت تخدم للدراس، العقيد صالح دار لك ضابط يديرك، ومن بعد دخلوك جات الانتخابات تاع ما يسمى بالانتخابات الرئاسيه، وبدا الحديث عليها في سبتمبر، داروا مداومه هناك لتبون. انت كنت في مداومه تبون صح؟ نعم كنت في مداومه المزور تبون. ايه وش كانت منحها لهم رجل اعمال من اصول فلسطينيه، هو مقاول في حي العقيد الرطفي بوهران. تلك المداومه اللي كانوا مخصصينها لعبد المجيد تبون كانت اصلا مداومه العهده الخامسه لعبد المجيد عبد العزيز بوتفليقه. العهده الخامسه انقلبت بسرعه الى تبون يعني. اعطوها نفس انا درت لهم ملاحظه، قلتها الحاج سلام نسيب تبون اللي هو كان امين عام تاع مديريه التربيه في ولايه وهران وكان محافظ جبهه التحرير الوطني في ولايه غليزان الحاج نعم. سلام ويعرفني وعندي صوره معه في المسيرات ضد الحراك ومع الجيش سواديزون لما كنت بصبع ازرق مبردع. قلت له الرايس، هو كاين كلمات الرايس، هو في الجزائر هذو الفويو يقول لها الرايس، فما تقولوش الرايس راح يزعف منك. اللي يحطوه تاع مداومه ولا يحطوه يولي الرايس. الخميسه درتوها لعبد المجيد تبون، الناس واش راح يقولوا؟ دار ربدها في راسه وغيروا المداوله من العقيد لطفي، حي العقيد لطفي، الى حي غمراسن بجانب اريدو. يعني نصيحتك بعد ما فهمتهم باللي هذه مشكله، لانه الناس يقولوا هذه العهده الخامسه تكمل يعني. ايه اكيد الكل يعرف انه هذه المداومه كانت للعهده الخامسه والعهده الرابعه، وكانت مداومه تاع التشريعيات في الحزب جبهه التحرير الوطني في وهران. طيب انت للوزير السابق محي خليل رحمه الله. انت كلفوك بكثير من المهام، من بين هذه المهام طبعا الاستمارات اللي كنت راح توجدهم وتحضرهم، وش غير هالمهام اللي كلفوك بها يعني؟ تفضل استاذ، تفضل استاذ. ما هي المهام اللي كلفوك بها يعني؟ تجسس قلت حتى نكون واضحين انهم ما كانوش يثقوا فيا، لانهم يقولوا بنعطيه ما نجموش نتحكموا فيه، هم عارفين يعرفوني انني ندير زي راسي، هذا هو الحاجه اللي ما يحبوهاش فيا. انا مانيش من الناس اللي يعطيهم الاوامر وطبق كما يقولوا، ولكن رغم ذلك جمعت 500 استماره، تواصلت مع البرلمانيه الزرفه بن وراد، جمعت بعثتني بلديه الحاشي مفسوخ، جمعت استمارات، تواصلت مع اشخاص في الكرمه في عين الترك، تنقلت الى بوسفر، يعني مده 3 اسابيع وانا نلايم في الاستمارات، وكان رفض شعبي شديد. اللي نقول له جيب لي وقع لي استماره لتبون يقول لي ما نوقعلكش، لانه فيها ايضا تبسم وفوتوكوبي تاع النكوه، كان رفض شعبي صراحه. باش 100 500 استماره كانت صعيبه، وايضا كان حاجه راح نعترف بها ونكون واضح، انه بعض الاستمارات اللي لايمتهم لتبون مزورين. الدينا تاع عبد العزيز بوتفليقه والدينا تاع مترشح اخر، وزورنا زورت الامضاءات ورقم، درنا فقط رقم الهويه الوطنيه. يعني من هذه 500 استماره اللي جمعتها تبون فيها 200 استماره مزوره. ما ينفعش مواطنين. والباقيه كنت تجدها بصعوبه بالرغم انك خارج وهران. بصعوبه شديده في وهران، رفض تام. في زونفيرو يعني ما ادري كانوا يبعثوني ناس عرف وكلش، ولكن واجهت صعوبات. لما لمت الاستمارات اتصلت بزكريا حبيبي، هو ابن سيناتور سابق، كان عنده علاقه مع محمد العقاب، ومديت له الاستمارات. واش يدير هذا زكريا حبيبي سانفويو؟ قال الحاج سلام السي تبون انه هو اللي جمع 500 استماره، ما قالوش هذه استماره 500 استماره تاع سيدي احمد بن عطيه.
وهذا حبيبي بقى معاهم يعني كمل في ال هذا حبيبي انسان استغلالي وصولي، كان طالع معك شمية طول ومنصب ولا وما طول، وطو رئيس تاع تنظيم جمعوي لا يغني ولا يسمن من جوع. من بين المهام ايضا انك راح تتجسس على المداومه تاع علي بن فليس وانت عامل هوبي. نعم، طلب مني المدعو اغا اللي هو رئيس دائره سابق، وهو سهر مزور سهر تبون عبد المجيد تبون الرئيس الحالي للنظام الفويوهات، قال لي على بالي بلي انت عندك علاقات وتقدر تجيب لنا المعلومات على المداولات الاخرى، ودرت صراع وخلاف شديد بيني وبين رضا بن ونان مدير الحملة الانتخابية اللي على المترشح علي بن فليس. علي بن فليس أنا تلقيت به شخصيا في نوفمبر 2013 وعملت معه حوار في مكتبه بحيدرة بجانب إقامة شعبني، هذا نحكي عليه لاحقا. 2013 نعم، وتهجمت على جماعة بن فليس في وهران، وتلقيت تهديدات من رئيس الغرفة الوطنية للملتقين المدعو رشيد، اتصل بيا وقال لي لازم تقدم اعتذار، ودرت مقال في الشروق ايضا حول تزوير استمارات من قبل رضا بن ونان اللي هو رئيس المنظمة الوطنية للملتقين، وكان صديق علي بن فليس ومدير حملته الانتخابية، هو برلماني سابق عن حزب الويزة حنون في الالفينات. طيب هذا اولا. ثانيا ايضا حاولت نتجسس على حمله عز الدين ميهوبي، انا عندي صوره دوك نبعثها لك، مع البرلماني القاده بن عطيه ومع البرلماني نبيل ميهوبي ومع عضو مجلس الامه سيناتور عبد الحق كازيتاني في فندق الزينيت، وحاولت انني نتقرب منهم وجمعت معلومات، كنت نزور نبيل لوهيبي منسق حملة عز الدين ميهوبي في فندق جاسمين في ليستو، كنا نبقاو حتى فترات متأخرة من الليل، واللي عرفتني به ودارت لي معاه كونتاكت هي موظفة في مديرية التربية بولاية وهران، نحفظ على اسمها حتى ما نديرلهاش مشاكل. هذه ثم جات الانتخابات، أعلنوا على فوز تبون، كيف جرت الانتخابات؟ هل راك متذكر؟ هل حضرت؟ هل كنت في مراكز انتخابية؟ حضرت قبل الانتخابات في 24 أكتوبر 2019، تم اعتقالي من قبل مخابرات الشرطة، وعقبت 4 أيام غاردا في أمن وهران بعد ما رفعت ضدي قضية برلماني صالح قدادرة، وبعد بتدخل من المخابرات من عقيد صالح دار انترفونسيون عند وكيل الجمهورية تم إطلاق سراحي وإدانتي بحكم 6 أشهر غير نافذة. يعني في ذيك اللحظة كنت شوية بيرتيبي لأول مرة يتم سجني، خفت أول مرة ندخل سيلونا، ما كانت شوية صعبة. حضرت الانتخابات وكنت بعت لك كيفاش كنت في مركز الاقتراع وكيفاش تصورت، ولكن بصراحة راح نصارح أستاذ أنني ضميري كان مأنبني وذات ورقة بيضاء ولم أصوت لعبد المجيد تبون. يعني ثم بديت تتغير بعد ما سجنوك خاصة يعني. كان ضميري أنبني مش لأنه سجنوني 4 أيام غاردا في، لا، كان في صراع داخلي ما بين الخير والشر. عندك يعني شخصية. نعم، وربي لو شاهد علي انني درت ورقه بيضاء لم انتخب على عادل مجيد تبون، هو في الظاهر انني كنت معه في جمعت له 500 استماره وكنت معه في الحمله وظاهرا، ولكن انني صوت، ولكن صوت في مركز جلولي في حي خميستي فرنوفيل ببرجير ودرت ورقه بيضاء. طيب يبدو اننا راح نحتاج الى جزء اخر لانه مازال فيه فيما بعد 2020 ثم السجن نتاعك واشياء اخرى ايضا وعلاقاتك مع بعض الناس في السلطه الى اخره. نتوقف هنا في الجزء الثاني وراح نرجع لك بعد قليل، ربما نروح للجزء الثالث ايضا. تعطيني بريك تاع 5 دقائق نرتاح نغسل وجهي لاني شويه تعبت ونعاود نرجع لك. خذ 10 دقائق. اوكي. في سيد احمد بن عطيه والان في الجزء الثالث نكمل معاه الحديث. وسيد احمد بن عطيه ظل صحفيا لما يزيد عن 10 سنوات وكان متغلغل داخل المجتمع المخملي او داخل العصابات اذا شئنا، خاصة في منطقة وهران، وتعامل مع العديد منهم وعايش العديد منهم وكان جزء منهم باعترافه هو.
قبل أن تحدث له أحداث ويتبين له الحق من الباطل ويقرر مغادرة البلاد ويقرر أيضا الخروج معي هنا وحديثكم أو حديث إليكم ونقاش معه حول مجموعة من القضايا. كنا وصلنا في الجزء الثاني سيد أحمد، كنا وصلنا إلى قضية الانتخابات اللي أنت شاركت فيها في وهران في المداومة نتاع تبون، واللي أيضا ضميرك ما ريحكش يعني لما كنت تشوف الناس يخرجوا الحراك، وقررت أنك تدير ورقة بيضاء، ولكن في الحقيقة خدمت معهم، يعني خدمت معهم بالمناسبة. نعم أكيد، وخدمت معهم ودعمتهم وكنت جزء منهم. وهل أعطوك فلوس مقابل واش كنت تدير في المداومة أيضا؟ بصراحة حملت عبد المجيد تبون مجانا، يعني كنت نزيد على روحي بالعامية الوهرانية. كنت تزيد على روحك. كنت طمع أنه وعدوني بمنصب في الإذاعة أو في وكالة الأنباء الجزائرية، أو وعدوني أنهم لأني كنت إطار في خلية الإعلام والاتصال بشركة المياه تطهير سيور، وتم إقالتي منها من قبل المدير محمد بن رحمة بعدما كشفت فساد العارم وكيفاش كان يتم قطع المياه بطريقة متعمدة عن الوهرانيين في وهران. لماذا بطريقة متعمدة؟ أنت كنت في هذه الشركة، شركة المياه. نعم، كنت إطار في خلية الاتصال أكثر من 6 أشهر لتوسط لي ووظفني هو والي وهران السابق مولود شريفي. بصراحة هو مقارنة ببقية الولات اللي مروا على ولاية وهران إنسان محترم متخلق، ولكن كان يدعم ويؤيد مصالح العصابات في وهران. استدعاني في جوان 2019، انتشر اسمي بشكل قوي في وهران، الكل كان يهابني ويخافني. اتصل بي مكلف بالإعلام لخلية والي وهران مولود شريفي في جوان 2019، كان رمضان، شهر رمضان، طلب مني أني أزور مكتب الوالي مولود شريفي بصفة مستعجلة. قدمت ليه وقال لي لماذا تهجم عليا وش هو طلبك؟ قلت له طلبي بسيط، أنني أريد عمل محترم لأنني عندي مسؤوليات في البيت. قال لي وش هو المستوى تاعك؟ قلت له المستوى تاعي جامعي وريت له كل المؤهلات تاعي. قال لي سوف أتوسط لك، وقام بالتوسط لي بتوظيفي كإطار في خلية الإعلام والاتصال بشركة المياه تطهير سيور في وهران. ومباشرة بعد أسبوع تم توظيفي من قبل مدير العلاقات البشرية أسامة هليلي. مفروض أنني نمر على الغنام، ولكن بما أنه تم من قبل الوالي والوالي كل يريد رضاه، تم توظيفي بعقد ل6 أشهر. ودخلت إلى شركة سيور ورأيت العجب العجاب من فساد عارم في أيضا في شركة سيور من قريب لي عبد المجيد تبون، هو نائب شركة سيور سيد خوجة هواري. هو شخص طيب ولكنه أيضا متورط في الفساد في هذه الشركة، فيه سيد بالعيد، فيه مصطفى كسوري مسؤول النقابة. شركة سيور هي شركة تضامن في القانون الجزائري، لما درست الحقوق شركة تضامن معناتها شركة عائلية. الشركة تتطلب أكثر من 500 عامل، فيها 3000 عامل. يعني واحد يجي بابن عمه وخاله ومرته وبالوسطات. اكتشفت أنه مدير شركة سيور السابق محمد بن رحمة الذي تم إقالته في سبتمبر 2020 كان يتلقى تعليمات من قنصل في إحدى الدول الأوروبية في وهران لقطع المياه عنوة عن الوهرانيين لتأجيجهم في فترة الحراك في جويليا. وكان هناك تعطيل لأنبوب الماو من مستغانم إلى ولاية، من شلف إلى مستغانم إلى وهران. هذا المشروع اللي دح علي حداد ب 3000 مليار سنتيم، يعني مبلغ هائل. 3000 مليار سنتيم. 3000 مليار سنتيم. لما رحت كنت مصور شركة سيور، شفت الانفجار، يعني الأنبوب حافرين له 30 سنتيمتر الديستانس، والكاليتي كارثية، وبسواطأ مع الأتراك. يعني كانت شركة مناولة أتراك دا المشروع اللي كلف 3000 مليار سنتيم حداد، ودرت عليه مقال في الصفحة الأولى في الشروق، وليت نهاجم
مع انني كنت عامل في السيور وكنت نكتب على نقاء السيور. كنت في نفس الوقت كنت تشتغل في السيور تاع شركه المياه، ولكن كنت تراسل الشروق، جريده الشروق. مراسل مع شروق جريده، وكنت عندي جريده الكترونيه اسستها اسمها الراي نيوز، المنجل. ايه المنجل. دوك نوري لك العقد تاعها. اسستها في جويليا 2013، اعطاني المال رجل اعمال مقرب من شكيب خليل، اعطاني مبلغ 30 مليون سنتيم باش اسست هذا الموقع الالكتروني واسمه الراي نيوز. اولا هذه وثيقه الملكيه تاعي في جوجل. اولا بن عطيه سيد احمد لو 7 جويي 2019. هذا الشركه تاع الانترنت اللي اسست بها وكنت نتهجم فيها، هجمت فيها شخصيا عليك وعلى ندير مقالات تحت الطلب من المخابرات. كانوا ساعدوك باش تاسسها، جا عطاك واحد قريب من اللي عطاك المال. مش المخابرات التي ساعدتني، باجتهاد مني تعرفت على رجل اعمال غني جدا في وهران، اتحفظ على ذكر اسمه، كان هو الممول لصفحه شكيب خليل، هو اللي اسسها، هو اللي دفع مبلغ 10000 دولار في مبلغ في بنك اي جي بي باش يطلع نسبه المشاهده ومتابعين لصفحه شكيب خليل. كانت عندي علاقه مع ابن اخت شكيب خليل جمال خليل البرلماني السابق، كان صديقي، كان يزودني بالمعلومات ايضا. ابن اخته ولا ابن خوه؟ كان اسمه خليل. ابن خوه جمال الدين خليل، عفوا، يسكن في سان جيبار. طيب، ومن بعد انت اسست الموقع وخصصته للتهجمات اللي ما تخرجهاش في الشروق، تخرجها في الموقع. المقالات اللي ما نشروهاش في الشروق نشرها في موقع الالكتروني الراي نيوز. وفي هناك تهجمات، ما زلت راك هنا على علاقه مع العقيد صالح، وكان يبارك التهجمات خاصه على الاحرار يعني. اكيد، كان فرحان بيا، كانوا فرحانين بزاف. وما زال راهم واعدينك باش يشوفوا لك منصب في منصب اعلامي في وهران يعني. في التلفزيون او في وكاله الانباء لابياس او في الاذاعه. خصوصا الاذاعه لانه قالوا لي انه صوتي اذاعي وبداوا يشكروا فيه، يعني يقعدوا يهفوا في الناس. نعم. وعود كاذبه. لكن دخلنا الى 2020، في 2020 كان ما القايد صالح مات، احنا نعرفوا الان انه اغتيال، تغيرت الامور، اعتقل في افريل، اعتقل وسيني، بعد وسيني ما اعتقل، اعتقلوا اللي كانوا مقربين منه بما فيهم العقيد صالح، تغيرت الامور، جاء فريق اخر، جات مخابرات اخرى، وش صار لك معاهم يعني في 2020؟ كيف كان 2020؟ بعد وفاة القايد صالح بدأت المعاناة تاعي في يناير 2020، تم توقيفي ايضا من قبل خلية الجريمة المعلوماتية بأمن ولاية وهران من قبل الضابط حسين. رفع ضدي شكوى السيناتور محمد بوبكر، هو عضو مجلس أمة وبروفيسور. تهجمت عليه وكشفت كيف قام بتزوير انتخابات مجلس الأمة في نوفمبر 2018، ونشرت فيديو حول كيفية ابتزازه والضغط على المترشح سرنا بن عيسى شراكة، اللي هو رجل أعمال فاسد في وهران ورئيس فريق نادي مديوني. تم رفع دعوى قضائية في الغرفة الخامسة بمحكمة الجناح بسيتي جمال عند القاضي الدواجي. هذا القاضي نحترمه، إنسان محترم، عاملني معاملة حسنة، رفض إيداعي السجن وأفرج عني، رغم أنه كان جايته اتصالات من قبل هذا السيناتور اللي عنده، هو صديق مقرب من اللواء هامل وعنده نفوذ، وكان مرشح انه يكون وزير الصحه في حكومه بدوي. لكن بعدما تهجمت عليه ونشرت كيف قام بتزوير انتخابات السينا في نوفمبر 2018 بقاعه معسكر بفندق الشيراتون، يعني احرجته. قام برفع دعوى قضائيه، حقوا معي في الجريمه المعلوماتيه، حولوني الى قاضي التحقيق الغرفه الخامسه، لكن اطلق سراحي ليس بإيعاز من المخابرات، ولكن كان إنسان محترم، وهناك قضاة محترمين وقضاة تحقيق، ولكن قلة قليلة في الجزائر. طيب، من بعد في بعدها بأسبوع تم أيضا اعتقالي من قبل الجريمة المعلوماتية، خلية الجريمة المعلوماتية، تم تحويلي إلى محكمة سينيور الغرفة الأولى. أودع ضدي بارون المخدرات حلب زواوي عبد القادر شكوى
ضدي وضد أمير بوخرس، اتهمني فيها أنني كنت منحته الكازي جوديسيير تاع هذا بارون المخدرات، وتم منعي من السفر وحجز هو السفر في الغرفة الأولى لمحكمة السينيور بوهران. ممتاز. هذه النقطة، يعني هل أنت هذا حلب حلب؟ لأن كان عندي نقاش معك وقلت لك وشنو هذا حلب حلب، فقلت لي يعطوا له هذا الاسم لأنه حلب وهران كلها، يعني هذا وش اسمه، وش اسمه الحقيقي؟ زواوي عبد القادر. قلت لي عنده ملبنة ولا عنده تاع صناعة حليب؟ عنده مزرعة وملبنة للحليب بالقرب من محور الدوراني كاتريا بيريفيريك الطريق الاجتنابي الرابع بجانب محكمة السينية الجديدة بالقرب من مركز ستياري للمخابرات للمختص في التصنص. هذا المركز اللي كنت حكيت لي عليه ستياري، هذا هذا مركز متخصص في التصنت في مدينة وهران أو في ولاية وهران ككل. أنا سموه لونتان، يعني لونتان ما تخون الكلمة باللغة العربية كيفاش يقولوا لونتان تاع التصنص، يعني شبكة في كل الأجهزة للسماع على المكالمات، وأن ما يسمى بصفقات المخدرات أو حتى الشخصيات من ولات ورجال أعمال وحتى الوزراء، الوزراء كلهم يعدوا الويكاند تاعهم في وهران، فكانوا يتصنتوا عليهم وكلهم عندهم عشيقات في وهران وامور شذوذ جنسي في وهران. كان في طبعا، لانه وهران واضح انهم كانوا خصوها للمصالح والفساد العارم، يعني خاصه الفساد الاخلاقي. نعم. وين عندهم المركز هذا بالذات؟ على مركز التصنت، مركز التصنت السيتياري، يعني في جامعه مركب سليم طالب، جامعه ايجي اسمها ليجيامو، تمشي لمسافة 500 متر على الجانب الأيمن تجد مركز السيتياري، هناك مجموعة من الفنادق والمطاعم، وهو جاي أون كاشيت، جاي دارك، جاي مخبينه، ولكن قلة قليلة يعرف أنه هذا مركز تابع لسيتياري مخابرات الجزائر للتصنع، وموش بعيد على المزرعة. إذن أنت هذا حلب حلب اللي هو زوا يطل على المزرعة. المزرعة هذه كانت ملك لشخص عنده مقهى في حي بحي بلاطو، وهذا حلب حلب بإعاز وبدعم من ضباط المخابرات استولى على هذه المزرعة وحولها إلى ملبنة، وعنده قضايا، عشرات القضايا من إعدام الوسم والنوعية وبيع منتوجات فاسدة من قبل مديرية التجارة، لكن عنده دعم وإنسان فاسد ماليا وأخلاقيا وما دار له حتى شيء. وش اسمه؟ عنده اسم رسمي يبيع به ولا؟ حلب حلب، الكل يعرف حلب حلب، هم يبرحوا به في الملاهي الليلية هو وابنه. لأنه أيضا أنت في اعتقادك هذه تاع الملبنة دارها للتغطية، لأنه أصلا بارون تاع مخدرات؟ هو بارون مخدرات، الكل يعلم أنه بارون مخدرات، بارون كبير، وكان عنده علاقة مع أحمد زنجبيل اللي أكبر بارون مخدرات، اللي توفى في 2012 في عيادة قارة بالسينيا بعدما خضع كان راح يخضع لعملية قلب مفتوح. راهو بارون مخدرات. وكان معلومة مهمة حول قادة الشافي، قادة الراس، رئيس جمعية راديوز، هو أيضا من تجار المخدرات. كان هناك برلمانيين أيضا. هذه راديوس، هذه جمعية راديوس، مش هذه اللي عن الألندي، هو تاجر مخدرات، وكان يتلقى الحماية من قبل أميار ابن اللواء عبد الغني هابل. هذه راديوس مش هي الجمعية اللي تقدم الهدايا لبعض المسؤولين من حين لآخر؟ هذا شخص انتهازي كان بائع خضر في وهران، مع احترامي وافتخاري واعتزازي بكل الباعة الخضر أخواننا، الخدمة ماهيش، العمل ماهوش عيب. هذا إنسان وصولي انتهازي، أسس جمعية راديوز مع ملخضر بلومي ومع قادة بنشيحة وبعض الوصوليين وانتهازيين، وكانوا يطبلوا ويهلوا ويزمروا للسعيد بوتفليقة وكرموه، ثم في وقت الحراك في جويليا كرموا الجايد صالح وحضر ممثل عن مفتاح صواب، وزرته قادة الراس، كنت نزوره أيضا، كان يتصل بي ويحاول شراء صمتي بهدايا، بهواتف، بسيوفاتمون، نروح عنده راديو في مارابال، وكان يجلس معي ويقول لي أنه عنده حماية من قبل اللواء
محمد قايدي، ورا لي الهاتف تاعو قال لي هذا النمير الشخصي تاع محمد قايدي. يعني باش يخوف الناس. باش يخوف الناس فيه. انت طبعا في هذاك الوقت راهو فاسد كبير، وراهو يشري كل الصحفيين في وهران وخارج وهران، يدير لهم شهريه يعني مليون 500,000. راهو انسان يعني تخونني الكلمات، انسان قذر وشيات كبير. انت ايضا لكن تخذيت من عنده الهدايا اللي اعطاهم لك، يعني انت كنت داخل معاهم. انا ما مدليش صراحه، حتى نكون واضح معكم على الساده المشاهدين، ما كانش مدلي اموال، مدلي مرتين هاتف سمارت فون، مدلي لي سوفيتمون. كان يخاف مني، مش محبه فيه، خاف مني، اللي يعرف خافني نتهجم عليه. وايضا عرف اني كنت مدعو من العقيد صالح مدير المخابرات في وهران، لذلك كان يحاول يسترديني. كنت نتلاقى به مرات بسيارته رباعيه الدفع بخلفية مقبرة عين البيضاء. كثيرين اللي كانوا يسترضوك، خاصة لما عرفوا أنك على علاقة بالعقيد صالح اللي هو رب المخابرات في وهران. كثيرين كثيرين أكيد، كل كانوا يتمنوا يسترضوني ينافقوني. في الحقيقة هم ما يحبونيش، يعرفوني أنني جريء ونكسب، ولكن خوفا لا محبة باش ما نكتبش عليها. لكن انت ايضا استعملت يعني تقريبا نفس الطريقه اللي كان يستعملها هابط حناشي واللي خدمت معاهم، استعملت انت ايضا يعني كنت تستخدم تهجماتك في نوع من الابتزاز عليهم. بصراحه حتى نكون واضح معك، انا ما طلبتش منهم انهم يمدوا لي اموال والا نكتب عليهم. نعم. ما كنتش نبتزهم مباشره. انا مثلا يتصل بيا مثلا قضاء شافي، ولا يتصل بيا برلماني، ولا يتصل بيا مثلا كان في رئيس بلديه بيرجير سموه غرازيب محمد، هو حاليا على ما اظن تم توقيفه في عمره 75 سنه. ساعدته في الحمله الانتخابيه تاعه في 2012 و2017. بصراحه كان يشري لي، يعرف انني مسؤول على البيت تاعنا ومسؤول على الوالده، والوالده مريضه، كان يشري لي كل سنه اضحيه العيد. كل سنة. هذا معناه يشري في العيد يعني، لكن هذا ساعدته ماهوش. وكانوا وحدين ايضا يشروا لي اضحيه العيد. كنت باش نحلل ضميري ما يأنبنيش، كنت ندي الاضحيه الثانيه والثالثه. كانت واحده سيده ارمله في سيد الهواري، كنت ندي لها 2017 18 19 كنت ندي لها اضحيه زياده، نديها لها باش تعيد بها هي ولادها. انت بالنسبه لك هذا ضميرك باش يرتاح شويه وتاكل اللحم هذا اللي جابوه لك، تصدق منه جزء يعني. اللي هو هو اصلا جابوه لك لانه خايفين منك تتهاجمهم، او لانك قدمت لهم خدمات اعلاميه يعني. نعم. لكن في اوت 2020 اعتقلت. في اوت 2000 في جويليا 2020 لقيت لما تم تعيين عبد القادر جلاوي واليا لوهران في 2019 في سبتمبر خلفا لمولود شريفي. الوالي الجديد لما يجي لوهران راهو يسقسي، يقول لهم شكون هو الصحفي القبيح، وشكون هو اللي شخصيه اللي راهم الكل يهابوها، من اللي عنده نفوذ يجمع معلومات. راهو البروتوكول تاعو ما نتحفظ على اسمه حتى ما نجيبلوش مشاكل، راهو انسان طيب وانسان وليد فاميليا، ولكن الغالب كما قال لي هو الخبزه ما نجمش الغالب. هذه الخبزه دائما يستعملوها يعني، حتى الناس هذول اللي يدخلوا في الشر يستعملوا الخبزه يعني. في كثير ناس غاضبين على هذا النظام، ولكن كل واحد ظروفه، كان يقول لك الخبزه كاين يعني ما الغالب. التقيت بيوم 17 ديسمبر 2019، كنت منحي الدرس تاعي في مكتب والي وهران عبد القادر جلاوي اللي هو حاليا والي ولايه المسيله. استقبلني وتوسط لي، اتصل بي شعبان لوناكال مدير الاذاعه انذاك، وقال له هذا ولدنا وانسان خلوق وعنده كفاءه، لازم نوظفوه في الاذاعه. ومجرد كذب في كذب، وطلب مني انني ما نديش مقالات عن الفساد، اي حاجه تصرى نجي نبلغه. بدل ما تكتب عليه، بدل ما تكتب عليها شخصي تبلغه. وكلف البروتوكول
تاعو قال له هذا بنعطيه في اي وقت يتصل بيا. المكتب تاعي راه مفتوح ليه اش 24. وقلت له راهم مدير سيدور وقفني من مؤسسه قال لي تحب دروك نعيط له نكفر عليه وتولي مرفوع الراس. قلت له لا، قلت له شوف لي مكان اخر. بعد هذه الاشهر وظفني في سوق الكرمه للخضر والفواكه، قال لي ما تخدمش روح بوانتي فقط. وخدمت 3 مواء وبعدها تم سجني مباشره في اوت 2020. لكن انا في جويليا جاتني معلومات انه عبد القادر جلاوي وشخص اسمه عراس الصيفي اكبر بارون شمه في الجزائر، هو ابنه سيف الدين كاهية، راهم استولوا على مزرعه في منطقه مناتيه في ريف قديديل شرط وهران، وحولوها لانتاج شمه من نوع النرجس بمبالغ مليارات مداخيل شهريا. ما اسمه هذا؟ سموه عراس الصيفي. هذا اسمه الحقيقي؟ عراس الصيفي هو ابنه سيف الدين كاهية المدعو ياسين، وباباه سموه عراس الصيفي. المعلومة الوالي عبد القادر جلاوي كان يحمي فيهم. بلغت رئيس المكتب الولائي لمنظمة الوطنية لحماية المستهلك أبوس جمال اللي تابع منظمة زبدي، لكن قال لي لا، قال لي يا بنعطية هذو ناس كبار ما حبش يهاجمهم ولا يدير تقرير ضدهم. قلت له خلاص. رغم ذلك أنا حررت مقال في موقع الإلكتروني وبعت مقال نشر في جريدة الشروق ضد هذا المصنع غير الشرعي للشمة وضد هذا المصنع. فيما بعد تبين لي أنه العميد محمد تريكي هو اللي كان يوفر الحماية رفقة الوالي عبد القادر جلاوي لبارون شمة هذا في مناتية. وبما أنني أفضحتهم وحررت مقال عليهم في الشروق وفي الموقع الإلكتروني رأي نيوز ومنشورات هجومية في صفحتي بالفيسبوك، واتصل بي ابنه هذا ابن البارون سموه ياسين وعرض علي أموال، قال لي نعطيك 100 مليون وما تزيدش الدور بينا. وقلنا شكون اللي عطاك المعلومات؟ باللي احنا راه يدعم فينا جنرال تريكي ويدعم فينا الوالي جلاوي. جنرال تريكي كان تاع الجدرميه، كان تاع الدرك. جنرال تريكي مش قلت لي استاذ؟ الجنرال تريكي هو كان مسؤول تاع الدرك. ايه كان مدير جهوي للدرك في وهران، انسان فاسد وكون ثروه طائله في الغرب. وقال لك محسوب على بوعلام مستشار عبد العزيز عبد المجيد تبون. استنى قبل ما نقول علاقه جيده قبل ما نروح بوعلام هذا هذا ابن هذا البارون قال لك باللي نعطيك المال، وقال لك باللي احنا مدعومين من طرف جنرال تريكي وما تجيش ترد علينا. يعني حاول يخوفني قال لي نعطيك المال واسكت. انا سبيته وكبيت له في وجهه وبلوكيته. انا كان عندي صديق كان يسوق بيا وكان مقرب مني، هو اللي استدرجوه، تم استدراجه يوم الاحد 16 اوت الى منطقه تقديل من قبل ضابط شرطه المدعو نادير واخر سموه يعيطوا له بويكا في امن دائره تقديل. وداروا ان سيناريو، رموا له مبلغ 50 مليون في سيارته من نوع كومبيس. انا في تلك الليله كنت في فندق ايدان لرجل اعمال كريم شريف عثمان، كنت مبحر لانه كانت فتره كونفينمون وفي ذاك اليوم طلقوا الكونفينمون، يعني اول يوم باش الناس تبحر وتدخل الشاطئ. انا رحت نجوز الوقت وما معلي، كنت مريض وكنت عندي حالتي النفسيه كانت سيئه، حاولت انني نبدل الجو. ورموا مبلغ 50 مليون واستدرجوا هذا الصديق المدعو الزك عبد القادر، ولفقوا لي قضيه تاع تهديد بالتشهير، وعرضت على قاضي تحقيق يوم الثلاثاء 18 اوت مدعو رحوي محمد في الغرفه الاولى لمحكمه تقديل
في بادئ الأمر أطلق سراحي ومضيت على المحضر لأنه ما في حتى دليل، أنا ما كنت حاضر. السيد هذا صديق قال لهم بنعطي خطيه، وبصراحة أنا ما خطيني وما طلبتش الفلوس، ربي راه شاهد عليا. ولكن بعدها بنصف ساعة طلب مني قاضي تحقيق محمد رحوي أنني نجلس، ومزق المحضر اللي بصمت فيه تاع الإفراج، وقال لي راهي جات من فوق، راح ندير لك إيداع. قلت له سيد المحامية تاعي، قلت له سيد الرئيس موكلي راهو مريض، صح في ذلك الوقت كنت مريض، كان الوزن تاعي منخفض، كنت في وضعية صحية خطيرة جدا. مش حاليا أنني هزيت صحتي وأنا بصحة جيدة، لكن أنا ذاك كنت مريض. رغم ذلك قال لي ما عندي ما ندير لك بنعطية، قال لي أوامر فوقية، هو قاضي تحقيق راهو حي والمحامية راهي حية، المحامية تاعي. يتم إيداعي السجن. هذا وكيل الجمهورية، وش اسمه هذا وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية اسمه اللي قال جاتني أوامر فوقية؟ وكيل الجمهورية قاضي تحقيق محمد رحوي، ينحدر من المشرية. قاضي التحقيق مش وكيل الجمهورية. لا، وكيل الجمهورية حولني مباشرة، كي قلت له باللي القضية فيها جنرال وفيها والي وفيها عصابة وأنا صحفي وكشف الفساد وهذه مجرد مؤامرة، خاف على روحه، حولني إلى مباشرة إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق كان حب يطلقني، دار لي إفراج، ولكن جاءوا اتصال من النائب العام لمجلس قضاء وهران زوغار اللي هو حاليا أمين عام لوزارة العدل، اللي اتصل به بعدها كي خرج من السجن، جمعت معلومات، اتصل به الجلاوي ضغط عليه، واتصل به العميد محمد تريكي وقال له هذا بنعطية لازم يتربى، لازم يدخل السجن. هو ما حدث، هما خلاص انا معرفوا باللي ما راكش عندك الحماية تاع الدراس، العقيد صالح راهو العقيد صالح ما كانش يعني، واللي جا ما كانوا ما اللي جا ما كانوا ما عاودش ما كملش يوظفك عندهم، يعني تخدم عندهم كوم انديكاتور ولا كوم وش يطلبوا منك، ولا اللي جا بعد العقيد صالح. وايضا انا صعب الميراث، يعني ما كنتش انسان طيع ولا خانع ولا يعني شخصيتي ما توالمهمش. كانت صرات لك، حكيت لي ثاني في حديث جانبية بلي كان صرات لك تهديدات يعني اكثر من مره بالاغتيال او بالقتل. إيه او اكيد تعرضت لاول محاوله قتل في اكتوبر 14 اكتوبر 2015، حر ضدي رئيس بلديه بيرجير محمد بالقاديري بعدما درت مقالات ضد فساده، والحمد لله نجيت من هذه المحاولة الاغتيال. محاولة الاغتيال الثانية في بنفريحة من قريب برلمانية، ويعني تعرضت لعجز 10 أيام، كسروا لي أسناني، هجموا عليا وكسروا لي السيارة تاعي. وكانك تحوس على وثائق اللي منشورة في هذه المواضيع. ايه اكيد هذه اول مرة مدير مكتب جريدة المحور اليومي يتعرض لمحاولة اغتيال في 2015. هذا المقال تاع جريدة النهار للزميلة كريمة سواق 2015، وفي 2019 ايضا راهو لهنا المقال، معليش ايضا في هجوم عبر صفحات الفيسبوك، هجوم ضدي، هنا صورتي واصفيني بالصحفي جمعية أشرار مع قريب عبد العزيز بوتفليقة البرلماني مير محمد بن عمر، هذه صورتي أنا هنا. هذا موقع إلكتروني تهجم عليا، يعني هذه هي. طيب داروا لك فبركة على أساس أنك درت لهم ابتزاز لهذا البارون تاع الشمع. هو بارون شمة، هذا نعم. هو اللي دار لك التهمة. بارون شمة وبارون زطلة، يخدم المخدرات أيضا. يخدم المخدرات أيضا. وتعتقد نعم. بالعميد عقاري أيضا، عنده ترقية عقارية في وهران وفي سطيف وتعتقد بلي العميد تريكي هو اللي كان داعمه، وهو اللي أعطى أوامر للنائب العام، النائب العام أعطى أوامر لقاضي التحقيق اللي كان باش يطلقك، لكن قال لك ما نقدرش وأودعك نعم. السجن، دخلت للسجن. متى دخلت للسجن بالضبط؟ وشنو أستاذ؟ متى دخلت للسجن بالضبط؟ يوم الثلاثاء 18 أوت 2020 على الساعة الثالثة مساء. ما صدرش ضدك حكم، وإنما بالتحفظ يعني. تحقيق لغاية 3 ديسمبر 2020 تم غلق الملف وتحويلي على محكمة الجنح. في 28 في جانفي 2021 توفيت الوالدة تاعي
يوم 2 فيفري 2021 صدر حكم ضدي ب3 سنوات سجن نافذة مع المحكمة التقديرية. في فبراير. فبراير، يعني الوالدة توفيت 28 يناير 2021، في 2 فبراير تمت إدانتي ب3 سنوات سجن نافذة بعد التماس 5 سنوات سجن نافذة في من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة قديل. أشد عقوبة، يعني طاوني أقصى عقوبة، يعني كانت هناك يعني توصيات من قبل النائب العام ومن قبل الجنرال محمد تريك ومن قبل والي وهران عبد القادر جلاوي، يعني حبوني ما نخرجش من السجن لأنهم يعرفوني لو كان نخرج راح نفضحهم. طيب أنت كانت عندك علاقة خاصة بالوالدة، وخاصة أنك عشت حياة أن الوالد منفصل عن الوالدة، و عشت يعني تقريبا يتيم إذا شئنا بدون أب، ولكن الوالدة هي اللي كانت أقرب ليك، ولكنها أيضا قبل ما تدخل السجن كانت أصيبت بالزهايمر، وأنت اللي كنت في 2018 أصيبت بالزهايمر. أنا اللي كنت ننظف لها وندير لها الحفاضات ونعطيها أدوية مع الأخت تاعي، والحمد لله أنا إنسان كنت بار بالوالدة تاعي. كنت عندي شقيقة أختي أيضا توفيت بالسرطان في 2012، كنت بار بيها حتى اللي دفنتها، يعني كنت إنسان يعني مسؤول على العائلة تاعي والحمد لله. لكن لما توفيت الوالدة طلبت باش تروح تحضر للدفينة، رفضوا. الوالدة الأخت تاعي أصيبت بإنهيار، يعني بقات الوالدة مسكينة بدون معين، يعني ما ولاش الميديكامون تاعها، ما كانش ينظفها، يعني ولات في المجهول مسكينه رحمها الله. يوم الخميس 28 يناير 2021 زارتني المحاميه تاعي وقالت لي راح نقول لك خبر ولكن ما تزعفش. قلت لها واش كاين؟ قالت لي الوالده تاعك راهي توفات. فعلا كانت صدمه، وصدمه كبيره، و ثم غضبت بغضب شديد، ارتفع ضغط دمي تاعي 18/20 ونقلوني الى المستشفى المحقن. وبعدها طلبت من العميد منصوري مدير سجن قديل انني على الاقل نودع الام تاعي ونحضر الجنازه تاعها حتى بالليمينوت. دار اتصال مع النائب العام لمجلس قضاء وهران اللي هو حاليا امين عام وزاره العدل، لكن رفض الطلب تاعي انتقاما مني باش يحرقوا لي قلبي. وبالفعل ودرت نوع من الاحتجاجات داخل السجن، كيفاش تعاملوا معك؟ رأس تاعي في البوابة الحديدية للزنزانة. ضربت راسك في البوابة الحديدية؟ نعم. وأصيبت، جرحت؟ ايه جرحت من الجبهة تاعي، ولكن ما مش حاجة مش خطيرة، حاجة مش خطيرة. ايه كيفاش كانوا يعاملوك في السجن؟ في سجن قديل كانت معاملة جيدة، نشكر العميد منصوري وأيضا مدير الاحتباس المدعو أمير، بصراحة كانوا يعاملوني معاملة جيدة. أنت والسجناء كلهم ولا غير أنت؟ لا فقط أنا، السجناء آخرين معاملة سيئة، ولكن أنا كانوا أو سقساو عليا ويعرفوني بلي كصحفي، ويقول لك زعما لو كان نديروا له حاجة مش مليحة لما يخرج راح ينتقم منا ويكتب فينا. معاملة تاعي في سجن قديل كانت معاملة جيدة، يعني ما نجمش نقول العكس. لكن نقلوك من بعد لسجن آخر. بعد تمت إدانتي ب3 سنوات سجن نافذة، يوم 2/7 فيفري تم تحويلي إلى سجن مدينة جديدة القسمة. وهناك كانت المعاملة بطريقة أسوأ، يعني كانت معاملة سيئة. بعدها في 14 فيفري 2021 زارني ضباط من الامن الداخلي، من المديريه العامه للامن الداخلي لدي جي اس اي، بعثهم لي العميد عبد الغني راجدي انذاك مدير المخابرات. الان راه لواء نظن. نعم. هو اللواء وراهو مريض، راهو ازمه جلطه دماغيه في 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 باريس، راهو يعالج. جاوك ضباط المخابرات قدموا نفوسهم، علاش جاوك داخل السجن؟ بصراحه انا لما كنت في سجن قديل لما سجنت بأسبوع حررت رسالة للعميد عبد الغني راشدي، كنت عادة ما زال عندي ثقة في هذا النظام وهذا المجرمين، ما كنت ما زال ما فقتش.
وقلت له فوالا انا شفت ريزو تاع الشمه والعميد التريكي والوالي ومنه منه ومنه وهاني تلقيت سجنوني وحكيت له الوضعيه بكل شيء. ومدير السجن قدير خرج الرساله، العميد التريكي العميد منصور انسان محترم بصراحه، انسان من ولايه ليمسان، نقول باش نكفوا الرجال نقول الحقيقه ما نكذبوش. نعم. وخرج الرساله والرساله وصلت الى طقاره، والعميد عبد الغني راشدي ارسل لي الضباط تاعو الى سجن المدينه الجديده يوم الاحد 14 فبراير 2021 على الساعه 2 زوالا. طولوا معاك؟ حقوا معي من الساعه 2 الى 10 ونصف 11 ليلا، يعني حوالي 9 ساعات. واش كان الحديث اجمالا؟ واش دار الحديث؟ عن مصاري، عن علاقتي بالعقيد صالح، عن علاقتي بسعيدة نغزة، وسألوني هل الذي علاقة بك بأمير بخرس بعبد سمار، يعني هذا 3 أشخاص سألوك عليهم بالذات يعني. وسألوني على سعيد بودور، تنقلاته على نور الدين تونسي، على قدو شويشة، على سيد أحمد سوسي. ما كانش عندي معلومات. سألوني على نور الدين تونسي، قلت لهم نور الدين تونسي هو صديقي وكان رئيس الدائرة التجارية في ميناء وهران، وكنت نتعامل معه وقضية تاعو لما تم طرده وظلمه كنت نحرر عليه مقالات في الشروق وفي الحياة. كنت تدافع عليه يعني؟ نعم، إنسان فني، إنسان محترم، وراه عقب عام حبس نافذة راهم ظلموه وداروا فيه البعض المسكين. تأكدوا من اللي عندكش علاقة مثلا بالأسماء اللي ذكرت؟ لم يصدقوني. في ضابط اسمه حمودة ضربني وخبطني بكوت بي وأنا كنت بالأغلال، وحاولوا يضغطوا علي أنني، ولكن أنا ما كانش عندي بصراحة، ما كنتش نتصل بك، ما كانش عندي علاقة معك، وكونترير أنا كنت ضدك. وما قالوا لي رانا سقسينا وراك متهم انت وامير بوخرس في محكمه السينيا وراك تزود امير بالمعلومات. وانا بصراحه ما كانش عندي حتى اتصال مع اي معارض من المعارضين والاحرار في الخارج. ما كانش عندك اتصالات، لكن مع ذلك كانوا داروا لك هذه التهم وضربوك وانت ما صدقونيش، وضربوني وما صدقونيش، ومع التالي حاولوا قالوا لي، قلت لهم هذا الضابط المقدم حموده مجرم كبير في ماجنطا وهران، وقلت له علاش ما تحكيوليش مع النائب العام يطلق سراح تاعي. قال لي احنا ما عندناش علاقه وما نحكموش بالعداله، النائب العام هو حر. ضحكت له في وجهه، قلت له كيفاش تقول لي هذا الكلام؟ انتم تحكموا في الجزائر، تحكموا في كل شيء، تقول لي ما تنجموش تامروا النائب العام يطلق سراحي. ثم غضب، غضب شديد، ورمى لي الفنجان من كوفي كما نقولوا قهوة. ايه وضربك. وبعد تالي لما بصموني على محضر فيه 44 صفحة على ما أذكر، وبسمت وسنيت، وخذوا لي صورة، صوروني بالهاتف، وقالوا لي لما تخرج أروع عندنا الماجنتا، قالوا لي نحتاجوك. اوكي، وهذا الضباط جاكم ماجنتا، يعني من مركز مخابرات اللي يسمى ماجنتا، هو مركز المخابرات الداخلية ماجنتا، ولكن بتسخيره من النائب العام، لانه من النائب العام مستحيل يرفض تسخيره المخابرات وبامر من عبد الغني راشدي. بعد الرساله اللي وجهتها له من السجن في اوت 2020، يعني بعد اسبوع من سجني حررت رساله لمدير المخابرات عبد الغني راشدي. طيب، انت ذكرت سعيده نكزه، قلت سقساوك على سعيده نكزه وكذا، واش كانت علاقتك بسعيده نكزه؟ عرفنا بها قليلا، واش كانت علاقتك بها؟ سعيده نكزه تعرفت عليها في 2016 على ما اظن ماي او جوان 2016، لما كانت في صراع مع علي حداد، ثم التقيت فيها في مسرقين في فبراير 2017، كنت نحرر عليها مقالات في الحيات. كان عندها صراع مع محمد بايري، استولى على 15 شاحنه ايفيكو، حرت عليها مقال ايضا. استنى، شكون هذا محمد بايري؟ شكون انت راك محمد تتكلم؟ بايري النائب الاول لعلي حداد، النائب الاول لعلي حداد، وكانت هي في خصومه مع علي حداد. علي حداد كان مع جناح بوتفليقه وهي كانت مع جناح توفيق اللي سقط، يعني كان سقط انذاك. نعم، سعيده نغزه هي الناطقه الرسميه
لرجال الأعمال والاقتصاد، الجانب المالي والاقتصادي لجامعة الدولة العميقة. أنت تعتقد أنها هي الناحية الاقتصادية والتجارية تمثل، هي؟ نعم تمثل ميزة حنون، تمثل الجناح السياسي الناطق باسم فريق توفيق. تعتقد أنه الدولة العميقة أو فريق توفيق مش أعتقد، أنا لا أعتقد، أنا أجزم بذلك. تجزم بذلك أنه الويزا يعني حنون؟ كانت في محادثة بيني وبينها مرارا وتكرارا، تأكدت أنه في وقت الحراك كان في اتصال بيني وبينها، كانت في سويسرا هي، وقالت لي بالكلمة الواحدة أنها توفيق راجل وجاي يتصالح مع أنها ما يديرلها ومحكمة ليها والو، وأنها تعرف كل جنرالات الجزائر، وأنها كتضرب الرجال بالكف. هذه الكلام اللي دار بيني وبينها في وقت الحراك. هي وش تاريخها؟ انت قلت لي في حديث جانبي انها هذه جابوها في فتره معينه، جابتها الدي ار اس صح في فتره التسعينات؟ هي حسب المعلومات هي قبائليه من منطقه بجايه، ولدت في قسنطينه، ما كانتش مليارديره او غنيه، كانت بسيطه، وتعرفت بعقيد زوجها الاول، وبشويه بشويه اسست مشروع لتحميص القهوه، ثم بقدرة قادر تحصلت على 15 مرملة صابليار، وأسست مجمع صورة الكوفي للأشغال العمومية. ثم في 2000 تعرفت إلى رئيس الكونفدرالية حبيب يوسفي، على ما أظن كانت متزوجة في السر ولا ما نقدرش نأكد لك، وطلعها بشوية بشوية، ثم أصبحت نائبة الكونفدرالية الوطنية للسيجية، وفي 2016 تم انتخابها رئيسة الكونفدرالية الوطنية للمؤسسات الجزائرية لاسيجية، اللي كانت تقريبا هي المواجه اللافسيون اللي هو تاع حداد. نعم حداد، نعم. انت قلت لي ايضا في حديث جانبي انها عندها فساد عارم هذه السيده، يعني انا كتبها لي انسانه طيبه. لما اصيبت بالسرطان كنت اول شخص علم بذلك في 2017، انا وجهتها صوب احد المعالجين اللبنانيين يعالجوا بالطب البديل، وراني بعثت لك الايميل استاذ باش تاكد من صدق الكلام تاعي، جو بونس قريت المحادثه بيني وبينها وبالتاريخ وكل ذلك، باش نكونوا على وضوح ويكونوا الساده المشاهدين ايضا يصدقونا. لكن في 2019 بديت نحكم عليها صوالح مش ملاح، احدهم هناك شخص يدعى ماموني مقاول من بالعباس، اتصل بيا وقال لي راح باغي ندير مقال على سعيده نغزه، قال لي شريت عليها الرمال وبمبلغ 800 مليون سنتيم، ودات عليها المبلغ وما بعتلوش الرمله، عندها مرمله في بالعباس جنوب بالعباس، وهي هذا مش ضحيه الوحيده، هذا مثال، هناك ضحايا عديدين ايضا. هي احتالت بزاف على الاسبان، يعني انسانه محتاله، واسست الثروه تاعها والمال تاعها بالاحتيال والنصب بالخديعة والمكر، هذا من الجانب المالي يعني، وتدعي أنها تدافع على رجال الأعمال، وهي تطلب من رجال المكاتب الولائية لمنظمتها أنهم يديروا اشتراكات مالية، فارضة شخص يدعى حسن شاوش اللي هو زوج بنتها أو عشيقها ما على باليش، فارضته يعني إنسانة يعني ماهيش كوريكت. وحاليا كتهجم على علي حداد، ولما سقط علي حداد هي حاليا تهجم على ممثل باترونا مدعومه له، لانه هو استفاد اكثر من الصفقات وهي ما استفادتش. القضيه قضيه مال دراهم، ولكن احنا نعرف انه جناح توفيق رجع على الاقل في بعض المناصب الحساسه داخل المخابرات وداخل الدوله. هل هي لما غادرت، انت غادرت قبل اسابيع فقط، هل ما زالت؟ نعم، في يوم 24 جويليا 2022 يوم الجمعة غادرت، حركت عبر السريع. جيت حرك. نعم. طيب، نعود نرجعوا إلى السجن. بعد الضباط المخابرات اللي جاوا قالوا لك كي تخرج تجي عندنا، وإن كان ضربوك وكانوا حقوا معاك مطولا إلى آخره، وكانوا أيضا حبوا يعرفوا علاقاتك. الو شديدا، وقريت هذا الشيء في عيون محققين المخابرات. المعامله اصبحت صعبه في السجن بعدها. تم تعذيبي مرتين من قبل مدير احتباس مدعو نور الدين، قام بضربي يعني ضرب شديد حتى تبولت على نفسي في 12 افريل 2021.
كانوا يضربوكم، قلت لي في حاجة يسموها رابحة والفلاقة. الرابحه انهم يجوا مجموعه من الحراس سجون ويضلعوا لك رجليك ويضربوك بالعصا حتى يعني ما تقدرش اسبوع ما تمشيش على رجليك. يسموها الرابحة هذه، الرابحه الفلقه. الفلقة. هل كان هناك سبب معين يجوا يضربوك ويعذبوك، ولا كانت عمل كنتاكي المساجين؟ كنت ريكلامي، انا كنت ريكلامي على الدوش، على الاغتسال، ريكلامي على الادويه، ريكلامي على نوعيه الغذاء. يعني ما هذا لم يرقى الى ضباط السجن ولا مسؤول الاحتباس. واحد اخرين ايضا عذبوهم من الداخل، وانت شفت التعذيب يعني، كانت شفت في شهادات يعني ان شاء الله لازم نخصوا لها حيز وحده على الناس اللي اصيبوا بالسل وماتوا في السجن ما داوهمش، ناس مصابين بامراض خطيره بالسرطان بالكلى، ناس شهدت لهم توفوا قدامي. يعني ديجا عطيتك معلومات في حديث سابق بيني وبينك. نعم. يعني ان شاء الله خاصو له يعني التعذيب والاهانات والظلم في السجون كارثه، او احد سبب اللي دفعني انني نعود الى طريق صحيح يوم تحويلي من سجن قدير الى سجن مدينه جديده، يوم 7 فبراير 2021 لما دخلونا من الحافله ايفيكو وقلعونا الاغلال وبدينا نشوفوا، لما شفت العدد الهائل من الشباب الجزائريين يسوقوا فيهم كالبغال اكرمك الله واهانه في ذلك اليوم، او ضميري انبني بزاف واني بكيت. وشفوني هذا المساجين والشباب الجزائريين وناس كبار كاين كبار كاين صغار، يعني قلبي وجعني، وكان احد الاسباب ايضا اللي دفعتني انني نعارض هذه السلطه الفاسده ونغادر الجزائر. انت مبيل في الملف اللي بعثته لي مكتوب تقول بسجن الروشي لم استحم لمده 3 اشهر لان السخان معطل والماء، هذا نعم لانه كنت في الشتاء والماء نعم مفقود ايضا. سجن الروشي مسرقين جديد، قعدت فيه 3 اشهر ما استحميناش بالماء الساخن، كان معطل والماء يجينا مره في يومين، عندنا قاروره تاع 5 لتر كنا نقضيو بها الحاجه تاعنا ونستحموا، يعني معاناه شديده. قلت باللي كنا كانت المياه خاصه خلوها لقضاء حاجاتكم، وكانت الاوساخ والروائح تزكم الانوف. يعني روائح كريهه، يعني والله تخوني العبارات يا استاذ باش نقول لك الوضعيه الكارثي، مع انه سجن جديد ودشنوا وزير العدل السابق بالقاسم زغماتي في اوت 2020. اضفت هناك ايضا قلت كانوا يعذبون الاعوان باشعال الاضواء ليلا حتى ينتشر البعوض. نعم ممنوع، مع انني انا كنت في العياده ومفروض العياده مخصصه للاشخاص اللي يعانون من امراض وامراض مزمنه، لكن كانوا يعني معاملة سيئة، يشعلون الضوء بالعيني باش ما نرقدوش، كان فيه بعوض، روائح كريهة، المياه ما كانش، ولا ريكلاميت وشكيت الفلقة والرابحة. لكن المعاملة هذه ما كانش، ولا يلفقوا لك قضية وحدة أخرى بتهمة إهانة أعوان السجون ويزيدوا لك عام ولا سيما أخرى. لكن هذه ما كانش الحال تاع الجميع، لأنه محمد مباركي مدير الوكالة العقارية لولاية الوهران اللي كان مسجون معكم ايضا كان نعم. كان تدخل عنده الهواتف، وكانت هناك ايضا يعني داخل بعض الناس الاغنياء داخل السجن او البارونات او اللي كانوا طاحت بهم لكن وجدوا داخل السجن، كانت موجوده الزطله، المهلوسات، الكوكايين في السجن الروشي هذا. لا مش الروشي، سجن المدينه الجديده. سجن المدينه الجديده. نعم، كان في عياده يسيطر عليها رئيس الاطباء المدعو طاير، انسان فاسد مرتشي تسبب في وفاة العشرات من المساجين بالإهمال الطبي، اللي عنده دراهم يعالجوا اللي ما عندوش ما يعالجوش، تسبب في وفاة شخص يدعى خالد وامبريا من ولاية تيرت، بسببه قام ببقر بطنه بإبرة، وهذيك الإبرة بعد ما خرج من السجن خدمت له تحولته إلى سرطان وما تقبلش الأمر وقام بالانتحار بشنق نفسه أمام سجن مدينة جديدة. ايضا في شاب يدعى قدور زيتوني عنده 21 سنه توفي امامي بسجن روشي، اكتشفوا اصابته بداء السل لا تيبركيلوز في سجن مدينه جديده، لكن هذا طايور ما داواش وما خرجوش لا غارنيزون وتوفي، ويسكن شاب في عمره 21 سنه. في مجموعه من الشباب ايضا من بينهم شخص يدعى شاب مصابيح
تم تشخيصه انه اصيب لا توبركيلوز لكن ما داوهمش. كانت الطبيبه تدعى مبارك تحب تخرجهم ولكن هو يرفض. هذا في سجن مدينه جديده، انت درت ثلاث سجون، نعم. درت قديل، المدينه الجديده والروشي. نعم، خدمت فيها 4 أشهر. يعني تعتبرها خدمه. كما نقولوا في اللغه يعني عقبت فيها 4 أشهر. عقبت فيها 4 أشهر، نعم. كنا نخدموا، كنا ننظفوا المراحيض وما كناش نقعدوا، كنت لازم تنظف ولازم تعمل تغسل كما نقولوا الطوكه تاع اللي يديروا فيها الاكل، المساجين تسمى بالطوكه. هو الحقيقه انه مازال كاين مواضيع كثيره جدا راهي سواء اللي مذكوره هنايا او اللي كنت حدثني عليها بشكل جانبي. شوف احنا ممكن نعاودوا نرجعوا الى حلقه اخرى، الان هذا الجزء الثالث، لكن في نهايه هذا الحديث تاع الجزء الثالث ممكن نعاودوا نرجعوا لان مازال كاين ملفات اخرى وكاين اشياء في نهايه هذا ان شاء الله. ما هو اللي انت كنت داخل شاب صغير، عشت حاله صعيبه خاصه بفراق الوالدين، كنت من صغرك تحاول تخدم انت على الاسره وكنت حاب توصل للسلطه، واضح انك درت الحقوق باش تدخل للمحاماه، دخلت حاولت تدخل للقضاء، حاولت تدخل للشرطه، كلها بشكل او باخر ما لكن بعدين تخصصت في الصحافه اللي هي اصلا مهنتك، وخدمت مع بعض كبار المجرمين تاع الصحافه خاصه تاع قناه الحياه وجريده الحياه هذا كما ذكرت، ولكن ايضا اخرين تخدم مع الشروق ايضا مع المحور ايضا، ومشيت مع النظام، خدمت مع المخابرات مع العقيد صالح لما كان ايام القايد صالح وايام وسيلي، درت عمليه ابتزاز، عمليه تهجمات، احيانا كنت بحق تهاجم البارونات واحيانا ربما تهاجم حتى الاحرار، لكن سجنت فيما بعد. الصدمه الكبيره نتاعك كانت هي لما توفات الوالده ومنعوك باش تروح تشوفها وانت خليتها مريضه اصلا. هذه اورد ميسيون تاع الشروق. هذه نسخه من مقالاتي في الشروق. ما حكيتناش كثير على الشروق، تقريبا جبناهمش، هل تعتبرهم مختلفين على الاخرين ولا هم ايضا تاع ابتزاز وفساد؟ نفس العقليه بخلفيه اسلاميه سوا ديزون يعني، ولكن حقيقتهم امر واخطر من بقيه المجمعات الاعلاميه. هذو اللي يزعموا هما تاع جماعه الشروق يعني. انسان علي فوديل ورشيد فوديل واخوات العائله فوديل هم فاسدين وعندنا ما نقول عليهم ان شاء الله في حلقات مقبله ان شاء الله. القضيه اللي صدماتك كثير واللي خلاتك تفكر في كل ما كنت تقوم به، كل ما كنت تقوم به، هو نهار اللي منعوك باش تحضر الوفاه، اكثر من نهار اللي سجنوك، نهار اللي منعوك باش تحضر الوفاه. والله السجن ما ضرنيش، او المساجين زملائي راهم كي يشوفوني راح ياكدوا المعلومه. كنت انا نشوف بطبيعتي استاذ، انا انسان متفائل، انا مانيش ما نشوفش الكوتي نيجاتيف، توجور نشوف بوزيتيف. الحمد لله تعرفت بالرجال، كنت نسمع للناس، يعني ما الحبس ما ضرنيش، هذه رساله لهم. بالعكس، ما الشهر الاول شويه ضريت، كنت نرقد في الارض، كنت نرقد بجانب التواليت اكرمك الله، ما الماكله ما كانش، كانوا الادويه تبعي ما جابوها ليش، ولكن بعد ذلك تاقلمت. الحاجه اللي ضرتني ودفعتني انني نخرج ضد هذا النظام الفاسد، ضد هذا المخابرات وهذا النظام العسكر، ونوجه رساله لكل مغرر بهم وكل بصبع ازرق، نقول له انه هذا النظام هو خطر على الجزائر. الجزائر في وضع خطير جدا، ولابد ان ننتفض ضد هذا النظام الفاسد ونحقوا الدوله المدنيه ودوله الحق ودوله القانون. وهذا هو الرساله، يعني هناك الناس كثير راهم غلطينهم، ان شاء الله انا لما يشوفوني راح يستافدوا ويعتبروا من التجربه تاعي. السبب الثاني ايضا اللي دفعني انني نعود الى طريق الصواب هو لما صرت شفت صوره جمال بن اسماعيل رحمه الله، جيمي.
ذاك الشاب الوسيم الخلوق يعني يتم اغتياله بطريقة وحشية، يعني قلبي وجعني، ضميري أنبني بزاف، لأنه اللي اختارته هذه سيناريو تاع المخابرات. أكيد مستحيل أنه أخواننا القبائل اللي أحرار شرفاء يرتكبوا جريمة بشعة بهذا المنظر. السبب الثاني أيضا، لما خرج من السجن بعث لي صديق رابط لمحمد عبد الله يدافع فيه يدافع علي فيه، ايضا ضميري انبني لما شفت محمد عبد الله هذا الشاب الخلوق جايبينه بتلك الطريقه المهينه والتعذيب اللي تعرض له، ايضا ضميري انبني وقلت لازم هذا الناس نرجع الى طريق الصواب ونجيب لهم حقهم ونكون في طريق الحق وندافع على الشاب الجزائري وندير كومبا كونتر نظام العسكر ونظام الجنرالات والمخابرات الجزائرية. طيب باش نختم، انت كنت كان المفروض حكموا عليك 3 سنين لكن عقبت عام واحد وطلقوك صح في اوت؟ نجحت في البكالوريا، اديت عفو رئاسي بالبكالوريا. أوكي. ايضا عقبت في السجن تكوين مهني حلاق، يعني لما تعقب هذه الامور تستفاد من العفو الرئاسي. في السجن داروا فيا الباطل، كل يوم تحقيق، اكثر من 20 قضيه لحقتني في السجن، كل يوم بنعطيها على الساعه 4 صباحا عندك تحقيق، مره في سيتي جمال، مره في قديل، مره في ارزي، ومره في عين الترك، مره في مجلس القضاء، مره الشرطه الجريمه المعلوماتيه تزورني، مره فرقه الدرك الوطني، يعني داروا لي لابريسيون. يعني الحمد لله انني لم اصب بانهيار عصبي، وربي أعطاني القوة وأعطاني الصبر والحمد لله. لأنك حاولت تأخذ الأمور بشكل إيجابي داخل السجن، يعني بمعنى أنك تحاول تنسى كل هذيك. حاولت أنني بأقصى طريقة أنني نحافظ على صحتي وعلى صحتي العقلية، وكنت داير لازم نخرج ونحرق ونطلب اللجوء السياسي ونكون ضد هذا النظام الفاسد ونكون شوكة في حلق نظام العسكر والمخابرات الجزائريه. وعاهدت الله سبحانه وتعالى وعاهدت الام تاعي في زرت القبر تاعها، من بعدها انا بعثت لك الفيديو قبل ما نحرق بساعات، قبل ما نتوجه الى مدينه نس زرت مقبره وعاهدت امي، وقبل يوم ما نحرق توفيت جدتي مجاهده رحمها الله، توفت يوم الخميس 23 جويلية. هي ايضا ساهمت في تربيتي وفي لها الفضل كبير انني ما انا اليوم عليه. لما حضرت جنازتها في ولايه سعيده في اليوم الموالي توجهت الى تنس وحركت في السريع. لما كنت اتصلت بي قبل اسابيع بالمناسبه، هذا الجزء لما يخرج راح نكون يوم 21، احنا اليوم رانا التسجيل هذا رانا يوم 19، لان هذا الجزء الثالث. الجزء الاول راح يخرج اليوم والجزء الثاني يخرج غدا، والجزء الثالث راح يخرج يوم 21. راك معايا؟ نعم استاذ علي معك. راك تبحث كاش ماك تبحث على وثيقه؟ الخط ينقطع اظن، الكونيكسيون راهي دوك نسمع فيك. نعم قلت لك احنا اليوم هذا لما يخرج هذا المقطع راح يكون الجزء الثالث، يعني وراح يخرج يوم 21. يوم 21 هو اليوم اللي إسبانيا ضد كل القوانين، قوانين إسبانية والأوروبية والدولية، سلمت محمد عبد الله إلى المخابرات الإرهابية، وبعدها بأشهر في 24 مارس الماضي سلمت محمد بن حليمة. وكما تعرف محمد بن حليمة خرجوا وداروا به دحدوح عدة حلقات، وكان واضح انه عندهم وكان التواطؤ الاسباني، وكان يقول باللي الا شفتون يعرفوا باللي يعني تعرض للتعذيب، واحنا متاكدين انه تعرض للتعذيب لان عندنا اكثر من دليل. انت نعم. انت الان راك عكس تماما ما قام به محمد حليمه، بمعنى انك خرجت تواصلت معايا وعبرت عن رغبتك منذ اليوم الاول، الان راه اكثر من شهر، انك تخرج معايا وتتكلم على هذه الاشياء برغبتك، بمعنى أنهم هما قاموا بدحدوح كاذب وكان محمد بن حليمة يملوا عليه، وما كناش حتى نشوفوا شكون اللي كان يحاور فيه أو يجادل فيه أو يناقش فيه، لكن أنت هذه درتها كلها برغبتك وخيرت أنك تتواصل معايا شخصيا يعني. نعم. أستاذ بالنسبة لإسبانيا، أنا حاولت
دفعت مبلغ 5000 يورو وشرينا أوربور بمحرك 350 حصان. رغم ذلك شفت الموت، يعني عقبنا 20 ساعة في البحر الأبيض المتوسط لمسافة 450-80 كيلومتر من تنس إلى غاية هنداي، والحمد لله لم يساورني الخوف ولا 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 الشك أنني سوف أصل سالما. على بالي بلي كان ربي سبحانه معايا، ونشكر الله تعالى سبحانه بزاف. بالنسبة للبروباغندا الدحدوحية الفاشلة للمخابرات الجزائرية، محمد بن حليمة كنت متواصل معه في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، إنسان مقاوم، إنسان راجل فحل، ولكن هو الآن بين أيدي ناس مجرمين لا يخافون الله. يعني أنا أجزم أنه تحت الضغط، ومتأكد أنهم منحوه في مهلوسات ومواد كيميائية خطيرة حتى يقول هذا الكلام، ممكن كوكايين، ممكن لاتخوا، ممكن أي كلام يتهجم عليك شخصيا ويتهجم على بقية الأحرار والمعارضين. بارك الله فيك. إن شاء الله تكون فرصة أخرى، إن شاء الله. وإن شاء الله الناس اللي خدعهم النظام، وإحنا عارفين أن الكثيرين تراجعوا أو راجعوا نفوسهم، لازم يعودوا إلى رشدهم، لازم يعودوا إلى رشدهم. وبالمناسبة أنني نعزي عائلات الناس اللي توفوا في الحرائق، إخواننا في الطارف وفي سوقهراس، ونقول نوجه رسالة إلى هذه المافيا العسكرية أنهم مهما قمعوا الشعب ومهما عملوا سيأتي انتفاضة شعبية عارمة ضدهم. نتمنى أنهم يتوعوا هذا الشيء ويتفادوا الغضب الشعبي، لأنه المرة الجاية ما راح تكون سلمية. إحنا ما ندوش للعنف، ولكن بالسيناريو وبالضغوطات وبالاعتقالات وبالإجرام تاعهم ما راحيش يركعوا الشعب الجزائري. الشعب الجزائري لا يركع، الأحرار يموت حر، يجي عشرة منه كما كان محمد بن حليمة ومحمد وعبد الله، كان عشرات مثلهم. وهذه هي رسالتي للمخابرات الجزائرية ودولة العسكر. بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا أستاذ، بارك الله فيك، يومك سعيد. وأنت أسعد.